يا صباح الفل والخير على كل حضراتكم. حلاوه شمسنا وخفه ظلنا، نهاوند عندنا رضيع طول السنه. يا صباح الفل. ايه ده، الله اتجلى دلوقتي. الله صباح الخير والفل عليك يا كريم. صباح السعاده والنصر والخير دايما علينا يا رب في كل مكان في العالم، وعلى كل مشاهدينا اللي بيتابعونا يا رب يبقى يوم خير كده دايما. واحنا معانا اخبار كتيره يعني ومختلفه ومتنوعه. خلينا نبدا زي ما احنا متعودين كده ونقول عن الفقرات اللي معانا. تحب تقول حضرتك ولا اقول انا؟ والله بتطلع منك حلوه الحاجات دي. هنتكلم عن حاجة أو رياضة صينية اسمها قوارب التنين. هي زي ما قلت لحضراتكم يعني رياضة صينية بتصل مصر، وتم إشهار اتحاد رياضي للعبة دي في مصر مؤخرا. هنعرف عنها أكتر وهنشوف صور وتقارير، لأن هي رياضة جميلة جدا. الفقرة الثانية، بما أن احنا أكيد الملف الأبرز دلوقتي والأهم هو كمان كرة القدم والماتش إن شاء الله بكرة، فهيبقى معانا الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة والناقد الرياضي بإذن الله. هنتكلم معاه أكيد في ملفات كتيرة جدا. طبعا على ذكر مباراة الغد إن شاء الله، بطبيعة الحال في حالة ترقب لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. النهاردة إن شاء الله هيكون في اجتماع فني للمباراة. الكلام ده هيحصل الساعة 11 صباحا بتوقيت الكونغو، يعني 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة. الجدير بالذكر ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وكابتن سمير عدلي المدير الاداري هيحضروا الاجتماع الفني في مقر اقامه طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه. النهارده كمان هيكون المران الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب الشهداء اللي هيستضيف المباراه. وبالمناسبه الكلام ده بيتم وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي بتمنح الفريق الضيف الحق في التدريب مرتين على ملعب المباراه اذا كانت ارضيه الملعب من النجيل الصناعي. خلينا برضو نقول لحضراتكم ونطلعكم على الجديد الخاص بالفريق الأول. امبارح زي ما احنا عارفين الأهلي خاض مران الأول، وقبلها كان في مسحة طبية طبعا وفقا للبروتوكول المعمول به في جائحة كورونا. بعدها عقد المدير الفني للفريق باتشو موسيماني محاضرة فنية. لكن الخبر اللي خلينا نقول يعني قلقنا امبارح كان تعرض محمد هاني مدافع الفريق لإصابة كانت أسفل الحاجب أثناء المران، مما أدى لخروجه برفقة هنا الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، اللي قام بعد كده بعمل غرز تجميلية للاعب في مكان الجرح طبعا اللي نتج عن الكدم. بس الحلو في الموضوع اللي احنا بنطمن حضراتكم الحمد لله الدكتور احمد ابو عبله قال ان الاصابه مش هتمنع محمد هاني من المشاركه بشكل طبيعي جدا في المران الرئيسي للاهلي النهارده، وانه هيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراه فيتا كلوب الكونغولي. ومن ناحيه ثانيه برضو اكد الجهاز الطبي للفريق جاهزيه هنا بقى الثنائي عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر للمشاركه في التدريب الرئيسي بعد خوضهم برنامج تاهيلي على هامش مران الفريق بالامس، وفقا طبعا للبرنامج التأهيلي اللي بيخضع ليه الثنائي استعدادا لمشاركتهم في التدريبات الجماعية للفريق. نرجع ونقول مرة تانية إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا في المباراة غدا، واللي هنأكد برضو مفيش رفاهية الخسارة إن شاء الله ولا حتى التعادل، بإذن الله يكون الفوز أهلاوي بكرة. يا مسهل الحال يا رب. طيب امبارح بقى كان في مباراة مهمة جدا لتوتنهام وارسنال. عايز اقول لكم المباراة كلها كوم، وهدف اللاعب إيريك لاميلا يعني لاعب فريق توتنهام كوم تاني لوحده حقيقي، يعني جول مختلف تماما. النتيجة اي نعم كانت خسارة فريق لاميلا، لكن هدفه كان حكاية نقلتها كل وسائل الاعلام والصحافة على مستوى العالم كله واشاد به طبعا كل عشاق كرة القدم. طبعا النتيجة زي ما قلت لكم كانت هزيمة توتنهام امام ارسنال، بالمناسبة كانت من نتيجة هدفين مقابل هدف في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. جول ولا أروع. عايز اقول لك فعلا السوشيال ميديا كريم امبارح كانت كلها بتتحدث عن هذا يعني الجول. احنا لو تابعنا هقول لحضراتكم الشوط الاول كان الى حد ما متكافئ مع يعني تفوق نسبي لنادي ارسنال، بس هدف التقدم جه لصالح هنا توتنهام عن طريق زي ما كريم قال لاميلا، كان بطريقه فعلا رائعه جدا. كل يعني زملائه تقريبا كانوا بيسقفوا له، وكانت تحديدا بتسديده بالقدم العكسيه استقرت بقى في شباك الحارس الالماني. كان هدف مذهل زي ما قلت لحضراتكم، صحف يعني اتكلمت عنه، وعشاق الكرة الإنجليزية كمان وصفوه ان هو يعني ربما يكون الجول الأفضل. فأعتقد كان لازم ان احنا برضو نطلع حضراتكم على الجول ده. وهو كده كده لاميلا برضو لو حضراتكم عارفين هو من مواليد 92، يعني هو عنده 29 سنة وهو بيلعب في المنتخب الأرجنتيني وبيلعب مع توتنهام فريق توتنهام الإنجليزي. الجدير بالذكر بقى ان هذا اللاعب ما كانش بيلعب أساسي من أول الماتش ده، دخل بعد مرور 20 دقيقة فقط من شوط المباراة الأول بعد
اصابه زميل ليه اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ وعدم قدرته على استكمال اللقاء. لميلا وكانه قرر انه يعني يرسم لوحه فنيه بديعه في هذه المباراه، وبالمناسبه دي ما كانتش المره الاولى بالنسبه له، عشان كده يعني كانت ردود افعال الجماهير والصحفيين وكل من تابع هذه اللقطه الكل اجمع يعني بدون مبالغه والله على ان هذه الكره كانت لعبه استثنائيه وجنونيه بشكل كبير جدا، وصفوه بالهدف الخيالي. رائع جدا. تعال بقى ننتقل لملف ربما احنا يعني كان شاغل الراي العام بشكل كبير الفتره اللي فاتت، واحنا كنا في 10 الصبح في الاهلي كمان حريصين ان احنا نتكلم عنه دايما، وجت فتره كده يبقى نسبه تقريبا او يعني وفقا لان الاعداد كانت متراجعه بشكل كبير، فقلنا الحمد لله في استقرار، لكن هنرجع تاني نتكلم عنه لان هو ملف في غايه الاهميه، وانا بتكلم هنا تحديدا عن فيروس كورونا. الناس اللي بدات تتخلى زي ما انا قلت الفتره اللي فاتت عن الاجراءات الاحترازيه للوقايه من الفيروس بنقول لهم خلوا بالكم الخطر بيزيد حوالينا في العالم، واكيد محتاجين ان هنا ننتبه. يعني زي ما بيقولوا برضو مصر ربنا حميها والاعداد فيها قليله وفي اجراءات احترازيه بتتخذ، الكلام ده كله محترم، ولكن احنا مش عايزين نتهاون ان الدوله بتعمل اللي عليها، فاحنا كمان لازم ان احنا نخلي بالنا بشكل كبير، ما نقولش خلاص الفيروس بيقل. لا، على فكره احنا زي ما اتكلمنا وزي المتخصصين لما قالوا يا كريم ان في ويف ثانيه وربما يكون في ويف ثالثه، فنخلي بالنا. ويمكن انت بقى معاك موضوع كمان طلعنا كده عن كورونا في العالم كمان يعني اخباره ايه زي ما انت بتقولي بالظبط، وفعلا العالم كله وخصوصا في الدول الاوروبيه يمكن يمكن اكيد برضو موضوع درجات الحراره اكيد دي علاقه بشكل او باخر بالموضوع. بالمناسبه الكلام مش بس على فرنسا اللي بتواجه هذا الخطر، احنا بس بنستعرض يعني مع حضراتكم نماذج من المخاطر اللي بتحيط بالعالم كله بسبب فيروس كورونا والسلالات المتحوره. يعني مثلا الى جانب فرنسا الكلام على ايطاليا، هنلاقي ان ايطاليا قررت غلق المدارس والمطاعم والمتاجر في اغلب المناطق الموجوده داخل البلاد خوفا من موجه جديده من وباء كورونا بعد تسجيل تصاعد في اعداد الاصابات بالفيروس. خلي بال حضراتكم من الرقم ده، ايطاليا سجلت اكثر من 100,000 حاله وفاه بسبب فيروس كورونا، ده يعتبر هو اعلى عدد وفيات في اوروبا بالكامل بعد بريطانيا اللي تجاوزت 125,000 حاله وفاة. ده طبعا غير مئات الالاف من المصابين في اوروبا بشكل عام وفي فرنسا وايطاليا بصفه خاصه. اوروبا كلها بتستعد لموجه ثالثه من انتشار فيروس كورونا، ربنا يسترها عليهم وعلينا احنا كمان يا رب ان شاء الله. لو اتكلمنا بقى كريم تحديدا عن مصر برضو علشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين بالظبط الارقام، خليني اقول لحضراتكم يعني اكيد احنا في البدايه عارفين ان في يعني مجهود مبذول بشكل كبير، ولكن الارقام بقى لو هنتكلم امبارح تحديدا وصلت ل 644 حاله ايجابيه جديده بفيروس كورونا ب 40 حاله وفاه، اجمالي العدد بقى لو بنتكلم هنا اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 190,924. احنا طبعا يعني لسه بنتكلم يا كريم ان احنا في الموجه الثانيه، عشان كده لازم نشدد على ضروره اتخاذ الاجراءات الاحترازيه عشان ما ندخلش بقى على موجه ثالثه ويبقى الارقام في تزايد مستمر. خلينا ناكد ثاني الاجراءات الاحترازيه لازم ان احنا نتبعها وفي الاماكن كلها، يمكن احنا مؤخرا شاهدنا العديد من الحفلات اللي بتقام، ما فيش مشكله ان احنا نروح وننبسط، ولكن يكون في اجراء احترازي متخذ. ما ينفعش ان احنا نبقى مثلا اعدادنا في مكان مقفول او حتى مفتوح يا كريم بالالاف ولازقين في بعض والناس يعني ما فيش اي اجراء ولا اي كمامه موجوده، ويمكن شاهدنا ده على السوشيال ميديا بشكل كبير زي ما كنت بقول لحضراتكم في حفلات مؤخرا اقيمت، لكن كده استهتار. يعني واحد بس لو كان مصاب ممكن يصيب الاف حواليه، ف ده اللي حصل فعلا وده اللي حصل قبل كده وربنا يستر. ده احنا داخلين على رمضان يعني كمان بقى فكره التجمعات والفطار المجمع والسحور المجمع والنوع ده من الامور برضو ممكن ينتج عنه نفس المخاطر اللي احنا بنحذر منها. وحصل ده فعلا السنه اللي فاتت. فده طبعا يعني اكيد بيخلينا كلنا لازم نهتم بكل نصائح الوقايه من فيروس كورونا، لازم ناكل حاجات لتقويه المناعه، العسل الابيض يقال ان هو مفيد جدا في هذا الاطار، لازم برضو ناخد بالنا بالمناسبه ونراعي مساله الملابس الثقيله نسبيا عشان برضو نتجنب نزلات البرد، لازم نشرب ميه كتير ولازم نشرب سوائل دافيه باستمرار، اكل الشوارع المكشوف، عربيات الكبده بقى والسجق والفول اللي بتقفي عليهم كل يوم والتاني. معلش بس كده سمعني تاني عربيات الايه؟ تصدق انا مش مصدق نفسي وانا بقول الجمله الاخيره، انا يعني مش عارف اقولها لكم ازاي. اتمنى حضرتك تكون من اللي هيتابعوا الاجراءات يعني دي. ها عربيات الفول اللي بنجيب منها بس.
ماشي، فربنا يسترها. ظهر الواحد فعلا لازم يتخلى عن العاده الحلوه يعني. طبعا عربيات الفول دي بيبقى بيقولوا دايما ان الساندوتش فيها بيبقى احلى وطعم الفول ألذ. انا ما عنديش اي اختلاف، ولكن في الظروف اللي احنا فيها يا ريت محدش ياكل من الشارع بس. يعني حتى بنقول الاكل من بره بلاش، بس كمان أيوة. الشارع يعني محدش ضامن، فنتمنى يا رب ان الفتره تعدي على خير، بس معلش نحاول ان احنا على قد ما نقدر ما ناكلش من الشارع. نروح بقى ايه، مش مبسوط انا من كل دول اللي عاملاه فينا، فين الايام الحلوه؟ يلا خير ان شاء الله. نتابع بقى مع حضراتكم دلوقتي حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره ونرجع نكمل. طيب خلونا بقى نتكلم عن الابطال، ابطالنا ذوي الهمم اللي دايما بيعكسوا قيمه مهمه جدا، وهي قيمه التحدي والاراده. قد ايه يعني بعيدا عنهم هم كمان شخصيا، اهاليهم الحقيقه بيبذلوا جهد كبير جدا ودايما داعمين ليهم ودايما واقفين وراهم وبمنتهى القوه، مش بس عشان يمارسوا رياضه وبانتظام، لكن كمان عشان يتفوقوا فيها، عشان يحققوا فيها بطولات ويحققوا من خلالها القاب. فطبعا كل التحيه للاهالي جدا الحقيقه. كمان لما بنلاقي ان كيان كبير زي النادي الاهلي، النادي العريق، مهتم بيهم وبيدعمهم وبيفتح لهم مجالات للمشاركه في مختلف الالعاب، ده بيخلينا لا نملك سوى ان احنا نرفع القبعه احتراما واجلالا لاداره النادي اللي بتدعم ذوي الهمم وبمنتهى القوه. هنشوف مع حضراتكم تقرير عن مشاركه ذوي الهمم من فروع النادي الاهلي المختلفه في كاس مصر للسباحه بالزعانف، ثم فاصل وبعدها نرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. الحمد لله رب العالمين، هم طبعا ابطال ذوي القدرات الخاصه، اصحاب الهمم، احنا كلنا اولى ان احنا نهتم بيهم. يمكن دعوه من رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برياضه اصحاب الهمم في جميع اللعبات. يمكن احنا عشان عندنا شق السباحه بالزعانف، نظمنا لهم قبل كده بطوله في شرم الشيخ وبطوله في سد القاهره، وان شاء الله هنعمل لهم بطوله مهنه مفتوحه او مسافات طويله في اسكندريه باذن الله خلال شهر يونيو. نحاول ان احنا نشجعهم وندخلهم جوه المجتمع، لان هم فعلا هم يعني ما ينفعش ان هم يبعدوا عن المجتمع، هم يحسوا وبيبقوا سعداء جدا ان هم بينزلوا وبيتنافسوا وبيكسبوا، وفي الاخر لما ياخدوا ميداليات او شهادات بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. والله دي فرصه كويسه جدا ان الاتحاد المصري للغوص والانقاذ قام بمبادره ودعوه فريق النادي الاهلي لذوي القدرات الخاصه اصحاب الهمم للمشاركه على هامش بطوله كاس مصر للغوص والانقاذ هنا في استاد القاهره. وبصراحه يعني عايزين يقولوا ان الولاد دول قادرين ان هم يأدوا باستخدام الزعانف المزدوجه للسباحه اللي هم اتعلموها وبيحققوا فيها بطولات كفريق للنادي الاهلي بيشارك على طول في البطولات. يعني فكره كلها كانت التعليمات بتاعه الكابتن محمود الخطيب من اول ما بدانا هذا النشاط، ان احنا ما نعمل اختيارات للمدربين لازم يكونوا على اعلى مستوى مؤهلين، ودي كانت مهمه جدا. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نجيب مدرب وخلاص، لا. ففعلا اتعمل مقابلات للمدربين دي كلها وخدنا السيره الذاتيه بتاعتهم، وطلع ان هم فعلا ناس محصلين على مؤهلات في المجال ده. وبدات المعامله مع الاولاد بقى ان احنا هدفنا كله ان الولد ما يخافش ان هو ينزل الميه، ما يخافش ان هو يجي جنب المدرب. لا حقيقي التدريب فعلا والله من ساعه ما بدا النشاط الرياضي التدريب على قدم وساق، لان ان شاء الله عندنا بطوله كاس مصر في 4/4،
والكباتن قايمين بالواجب بزيادة. احنا عندنا اقوى جهاز فني الحمد لله، وده شرف لينا والله. هم ابتدوا معهم بالتدريج وبالتحفيز وبشويش وبشويش لغايه لما ابتدوا الولاد ترجع لمستواهم القديم شويه شويه، والحمد لله عملوا في بطوله الجمهوريه حلو قوي الولاد كلهم، وان شاء الله ان شاء الله في كاس مصر يبقوا حلوين برده بنفس الاسلوب واحسن ان شاء الله. اليوم جميل قوي بصراحه، والعيال مبسوطين جدا جدا، هم ابطال وسباحي نادي الاهلي القدرات الخاصه، هم كلهم ابطال جمهوريه، واحنا انبسطنا قوي قوي بدعوه وتقدير الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ان احنا ندخل معاهم الايفنت النهارده، وان شاء الله تبقى حاجه بوابه جديده ان اولادنا يدخلوا في باسم نادي الاهلي يدخلوا في الموضوع دايما يعني بالتعانف. شغالين كويس جدا، الولاد مركزه جامد جدا، نسبه الحضور والمشاركه في التمرين بتتخطى ال 98%، اولياء امورهم كمان اولياء امورهم عاملين مجهود جامد جدا للحفاظ على الولاد وعلى صحتهم الفتره اللي فاتت. اداره النادي موفره لهم كل الامكانيات، الاماكن التدريب، التعقيم لاولادنا. رحب بحضراتكم مرة تانية، وقبل بس بنبدأ وأخبار النادي الأهلي أنا لازم أرد على لأن في ناس بتبعت لنا على تويتر، فيعني بحب إن أنا برضو إيه يبقى في تواصل أكيد زي ما إحنا متعودين أنا وأنت يا كريم. هي ريهام محسن بتسألنا أنا وأنت على تويتر، بتقول لنا يا أستاذ نهاوند أستاذ كريم، أنا فرح الجمعة الجاية في مكان مفتوح، هيبقى الجو حلو ولا الجو وحش؟ أولا ألف مبروك يا ريهام. طبعا السؤال ده ما أقدرش أجاوبك عليه دلوقتي لأن زي ما أنت عارفة ده عايز دكتور محمود يعني، بس نحاول بكره والله عشان خاطرك يبقى معانا دكتور محمود على الهواء يعني على التليفون، ونساله فعلا على الويك اند لو عنده اي معلومه، لو يعني في اي حاجه ممكن نساعدك بيها او اي معلومه يعني هو يفيدنا بيها هنقولها لك على طول، وعد مننا بكره ان شاء الله. واجمل التهاني للعروسين، ربنا يسعدكم كده ان شاء الله وبالرفاء والبنين. وحاضر هنسال فعلا بكره ان شاء الله باذن الله. نروح بقى نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه دلوقتي والانشطه مع مراسلنا العزيز مينا ماهر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا مينا صباح الخير، انا وكريم نصبح عليك، ودلوقتي كل متابعي 10 الصبح في الاهلي منتظرين منك اخبار النادي، اتفضل. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وبنتمنى ان يكون يوم مليان بالخير والتفاؤل على كل الناس. يعني من مقر النادي الاهلي بالجزيره نطلعكم على كل ما هو جديد. يمكن بدا توافد الاعضاء بالفعل على مقر النادي في الساعات الاولى من اليوم، كمان يمكن كبار السن توافدوا على حمامات السباحه لممارسه الرياضه يعني الصباحيه المفضله اليوم. يمكن معتادين دايما بنشوف كبار السن في حمامات السباح. عايز اقول كمان ان يعني تشديد كبير جدا على الاجراءات الاحترازيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الاعضاء ورجال الامن وعمال وافراد عمال النادي هنا كله مركز تركيز كبير جدا على الاجراءات الاحترازيه يعني عشان نتفادى فيروس كورونا. بالنسبه للجو، الجو بصراحه جميل، كان في شبوره خفيفه في الساعات الاولى من اليوم، ولكن مع مرور الوقت الشبوره راحت وبدات الشمس تطلع والجو يعني مناسب لجميع التدريبات. كان في بعض الكثافات المروريه على كوبري 6 اكتوبر، ولكن الطرق المؤديه للنادي ما عدا كوبري 6 اكتوبر في سيوله مروريه كبيره جدا. عايز اتكلم معاكم بقى عن الفرق المختلفه في النادي. عايز ابدا بشباب يد الاهلي 2002، حققوا فوز كبير على فريق اتحاد الشرطه بنتيجه 37-25 ضمن فعاليات بطوله كاس مصر. وايضا شباب يد الاهلي 2004 حققوا فوز على فريق سموحه بنتيجه 36-28 ضمن فعاليات بطوله كاس مصر. يمكن فريق تنس النادي الأهلي حقق المراكز الأولى في بطولة الجمهورية المقامة على ملاعب سماش المطار. فاز أحمد منير طه بالمركز الأول في فردي رجال، ورنا شريف المركز الأول فردي سيدات، وروان شريف المركز الثاني فردي سيدات. وأيضا محمد سيد منير وأحمد ياسر حسني مركز أول زوجي رجال، وأحمد منير وعلي تامر المركز الثاني زوجي رجال. وايضا فازت رنا شريف وروان شريف بالمركز الاول في زوجي السيدات. طبعا بقول لهم مبروك لجميع اللاعبين ومبروك للجهاز الفني، بصراحه يعني اداء اكثر من رائع كانوا بيقدموه على مدار البطوله. عايز كمان اقول ان النهارده في استعدادات قويه جدا لتدريب سيدات النادي الاهلي لكره اليد، هيدخلوا معسكر مغلق استعدادا لسيمي فاينل كاس مصر ضد نادي سبورتينج، وايضا تدريب سيدات النادي الاهلي لكره السله الساعه 7 استعدادا لمباراه الجزيره يوم الثلاثاء.
النهارده هيكون عندنا مباريات قويه جدا للنادي الاهلي. المباراه الاولى هتكون يعني الاهلي وطلائع الجيش في دوري رجال الكره الطائره الساعه 4 مساء. الاستوديو التحليلي هيكون على شاشه قناه النادي الاهلي، وايضا بعده هيكون الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاتحاد. يعني يمكن المباريات دي من مباريات الديربي لكره السله اللي بنستناها، بيكون مباريات قويه جدا جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. الاستوديو التحليلي هيكون الساعه 7:30 ضمن فعاليات دوري سوبر رجال السلة. أخيرا عايز أنهي كلامي بالأنشطة داخل النادي الأهلي. يعني يمكن الإدارة تعلن عن معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية والفنية للسيدات يومي الجمعة والسبت الموافق 19 و20 الشهر الجاري، هيكون من 10 صباحا ل 6 مساء، بداية من إن شاء الله يوم الجمعة، يعني هيكون في حديقة مقر النادي الأهلي بالجزيرة. دي كانت كل الأخبار والكواليس المتعلقة باسم النادي الأهلي. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا يمينة على هذه التغطية، شكرا لك. طيب يلا بقى نروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورة مع زميلة العزيزة مراسلتنا مريم سميح، اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، وكمان هيكون معها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو وهو مدير نشر بموقع يلا كورة. مريم صباح الفل عليكي، وصبحينا على ضيفك العزيز، وتفضلي سامعينك. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة النهاردة طبعا الاثنين، علشان يكون معنا أبرز العناوين الصحفية الصادرة صباح اليوم. وطبعا هيكون معنا لقاء لتحليل كل هذه العناوين مع الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورة. ولكن قبل كل ده خلينا نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري. البنك الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 5 مساء، وفي الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون وليفربول في تمام الساعة 10 مساء، وفي الدوري الإسباني برشلونة وأوساسكا في تمام الساعة 10 مساء. أبرز العناوين اللي هتكون معانا النهاردة من صحيفة الشروق: موسيماني يدرس مواجهة فيتا بتشكيل مباراة الإسماعيلي، عودة أيمن أشرف الاستثناء الوحيد، الفريق يخوض ميرانو الثاني على ملعب الشهداء. ومن موقع يلا كورة: مدرب فيتا الأهلي نمر أفريقي نلعب أفضل خارج أرضنا وتدربنا بالإيجار. ومن موقع يلا كورة أيضا: من ينافس مصر؟ الاتحاد الدولي لليد يعلن تصنيف قرعة أولمبياد طوكيو. ومن روسيا اليوم: رونالدو يعلن تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيلي كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم. وأخيرا من جريدة الشروق الليلة: ليفربول يسعى لوقف نزيف النقاط في مواجهة وولفرهامبتون بالبريمير ليج. طبعا هيكون معنا لكل يعني تحليل هذه العناوين الناقد الرياضي ومدير النشر موقع يلا كورة الأستاذ أيمن جلبرتو. أيمن في البداية طبعا بصبح عليك، منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي. معانا عناوين كتيرة جدا، ولكن دايما بدايتنا بتكون مع النادي الأهلي. مباراة غد هي مباراة هامة طبعا أمام فيتا كلوب. عايزة أعرف منك ليه شايف أن موسيماني المدير الفني ممكن يكون اختار أن هو يخوض يعني هذه المباراة بتشكيل مباراة الإسماعيلي، عودة أيمن أشرف كمان عايزين نتكلم أن الناس كلها بتتكلم عن الطقس والملعب وظروف اللعب عامة في مباراة غد. اهلا بيكي طبعا، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وكريم ونهواند. طبعا مباراه الاهلي وفيتا كلوب هي مباراه هامه جدا، نقدر نقول هي مصيريه. الفوز بيها يحدد ما يعني ملامح كتير للمجموعه، ويسهل على النادي الاهلي طريقه استعداده للجولات اللي بعد كده في المجموعه. طبعا فكره ان موسيماني يعني بيدرس ان هو يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بها امام الاسماعيلي خصوصا الشوط الثاني امر وارد، بسبب طبعا كلنا عارفين ارض الملعب هناك عامله ازاي، صعبه شويه، فبيبقى دايما الافضل ان ازاي يتم استغلال الكور الطويله والكور العرضيه عشان خاطر تخترق دفاعات نادي فيتا كلوب. أيمن أشرف طبعا عودته حاجة مهمة جدا، ويعني زي ما نقول كده دعم للقائمة، لأن طبعا في مشكلة في المركز المدافع الأيسر بعد إصابة علي معلول وكمان إصابة محمود وحيد، فبالتأكيد وجود أيمن أشرف قوة في الناحية الشمال. أخيرا يعني لو بنتكلم عن الملعب والطقس، مش عايزين طبعا دي تبقى حجة، النادي الأهلي لعبته ومفروض عندها خبرات، متمرسين ان هم يلعبوا في الأجواء دي وفي الطقس ده وفي الملاعب زي دي، والفرق الكبيرة دايما اللي ازاي تقدر تتغلب على الظروف الصعبة، ده حاجة موجودة لازم نتعامل معاها. وأعتقد ان الفرقة خدت خبرات من مباراة سيمبا التنزاني في موضوع الطقس والرطوبة، نتمنى ان شاء الله ان هم يعني يستغلوا الأمور دي لصالحهم، ما تبقاش ضدهم. يعني
مدرب فيتا كلوب يمكن على الرغم من ان هو قال ان الاهلي نمر افريقي، ولكن كان ليه بعض التصريحات المثيره للجدل، عايز اتكلم اكتر يعني معاك فيها ورايك كمان عن هذه التصريحات. يعني ممكن نقول ان للاعيبه الاهلي ان دي رساله ليكم. طبعا يعني ما كانش في توفيق في مباراه فيتا كلوب اللي هي الجوله الثالثه، تعادلنا 2-2 والاهلي اهدر العديد من الفرص. لو نتخيل كده لو الاهلي ما كانش اهدر كل الفرص دي، المدرب ما كانش يقدر يطلع بالتصريحات دي. ان هو النهارده بيحاول ان هو يقول ان الاهلي صعب والمأموريه عليهم بطرق خارج الملعب، ان هم ان الاهلي اصر ان هو يلعب بالليل، ده المواعيد الطبيعيه اللي المباريات بتلعب فيها. حتى فيتا كلوب نفسه لعب اول مباراه مع سيمبا التنزاني ما لعبهاش اعتقد الظهر يعني في ملعبه، وهم كانوا معسكرين هنا لفتره طويله ما كانش في اي مضايقات. فالنهارده ان هو بيلعب على الحته النفسيه بتاعه الطقس والجو والرطوبه، لانه طبعا شاف الاهلي للاسف لما خسر من سيمبا التنزاني وكانت برده الاجواء صعبه، فهو بيحاول يلعب على النقطه دي نفسيا ان هو يضغط على لعيبه النادي الاهلي. المفروض بقى طبعا لعيبه النادي الاهلي هي بره الكلام ده خالص، لما تسمع الكلام ده يبقى حافز ليها ايجابي ان هي الرد دايما يكون في الملعب. هو بيتكلم ان هم بيلعبوا بره ملعبهم افضل، ده اكيد، لان كل الاجواء وكل الظروف لما هم بيلعبوا خارج ملعبهم في الكونغو بتبقى لصالحهم، لان هم يعني بيلعبوا في ملعب افضل في جو افضل بيقدروا يعسكروا، عكس ما هو حتى قال ان هو بيتدربوا في الكونغو على ملعب هم مأجرينه، فلما الوقت الايجار بيخلص بيخرجوا بره الملعب ما بيقدروش حتى يكملوا التدريبات بتاعتهم. فنتمنى ان لعيبه النادي الاهلي والمدير الفني يستغلوا التصريحات دي بشكل ايجابي، ان شاء الله الاهلي يقدر يحسم بيه المباراه. يعني عنوان مهم برضو من موقع يلا كوره كان بيتكلم عن من ينافس مصر، يمكن بنتكلم عن اولمبياد طوكيو، الاداء المشرف والبطولي اللي شفنا فيه طبعا يعني منتخب مصر في كاس العالم لليد، ممكن نوصل لفين في اولمبياد طوكيو؟ تحدي جديد ومنافسه جديده. طبعا الفريق المنتخب مصر لكرة اليد عمل يعني بطولة جيدة جدا اللي هي كانت كأس العالم الأخيرة اللي كانت في مصر. المرة دي في منافسة مختلفة، أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها أعتقد كانت فرصة كمان زيادة هن منتخب مصر يحط نفسه بشكل قوي ما بين يعني عمالقة كرة اليد في العالم. الناس كلها شافت منتخب مصر في كأس العالم، كله هيعمل لها حساب ويبقى فيه طبعا خوف ورهبة كبيرة. يمكن البعض كان تداول أن المجموعات اتحسمت يعني، لكن لا، لسه القرعة لم تحدد من الأساس، فقط الاتحاد الدولي عمل التصنيف، المصر في التصنيف الخامس مع المنتخب الاسباني. الاولمبياد بتبقى مجموعتين، وبعد كده بيتاهل من كل مجموعه اربع منتخبات للربع النهائي. ان شاء الله نتمنى ان منتخب مصر يبقى من الثمانيه الكبار برضو في اولمبياد طوكيو، وفي اولمبياد طوكيو بقى يكسب ماتش من دور الثمانيه ونخش ننافس على ميداليه باذن الله. ايمن انا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان حوارنا مع الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كوره. يمكن كان تحليل وافي لكل العناوين اللي كانت معانا النهارده، يمكن ما قدرناش نستكمل بقيه العناوين، ولكن دايما الحديث بقيه في الجولات الصحفيه المقبله. بشكركم جدا، العوده للاستوديو مره اخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر الزميله العزيزه مريم سميح، وبنشكر اكيد الاستاذ ايمن جلبرتو ضيفك العزيز، وكل الشكر للزميل مينا ماهر، بنشكركم. طيب خلونا بقى ننتقل دلوقتي للرياضة العالمية، ونروح تحديدا لكرة السلة. فاز انديانا بيسرز على فونيكس سانز ب 122 نقطة مقابل 111 نقطة، ده كان في مباراة مهمة للفريقين ضمن الدوري الامريكي لكرة السلة. عايز اقول لحضراتكم ناس كتير جدا تحديدا في امريكا بتتابع كرة السلة والماتشات اللي زي دي، وكان في ردود افعال برضو كتيرة جدا على السوشيال ميديا. بقى على سباقات الدراجات، حيث حقق الدراج تادي بوجاتشر من فريق الامارات فوز مهم جدا في المرحلة الرابعة من سباق تيرينو أدرياتيكو للدراجات، ويتمكن السلوفيني من انتزاع المركز الأول في سباق المرحلة فضلا عن تقدمه إلى صدارة التصنيف العام لهذا السباق. الخبر اللي جاي معانا برضو من الرياضة العالمية وهو كده بعنوان رحيل المعلق صوت الفورمولا 1. نادي سائق التسابق البريطانيين أعلن وفاة موراي واكر أحد أشهر المعلقين في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1، ده عن عمر بيناهز هنا 97 عام. واكر قد بدأ التعليق على سباقات الفورمولا 1 في سنة 76، وشغل المنصب كمان ذاته وعلق على كافة السباقات لحين
اعتزاله. التعليق ده كان عام 2001، ومفروض ان هو بيشتهر واكر البريطاني باسلوبه المميز في التعليق اللي منحه لقب صوت الفورمولا 1، نظرا لان كمان ذكريات العديد من مشجعي وعشاق الفورمولا 1 بترتبط بتعليقه على السباقات وبصوته على الاحداث المثيره في تاريخ الفورمولا 1. زي ما حضراتكم شايفين يمكن ناس كتير جدا يعني كانت حزينه وحاولوا ان هم يعني يعملوا زي عزاء او زي كده مسيره علشان هم او عشاق يعني الفورمولا 1. هو من الشخصيات فعلا المؤثره جدا زي ما قلت لحضراتكم على مدار سنوات طويله جدا كان هو المعلق الابرز لهذه الرياضه. من زمان قوي انا هوند، ودايما في مساحه كافيه في كل الرياضات ان يكون في نجوميه مش بس للاعب او للمدرب، ده كمان حتى للمعلق، وطبعا بطبيعه الحال في كره القدم اكيد الامر يعني لا يخلو من النجوميه في التعليق على مباريات كره القدم. طيب عايزين بقى يعني نشوف او نتكلم مع حضراتكم عن نقطه في منتهى الاهميه. في ناس كتير دايما بتعاني من الام في الرقبه نتيجه ارهاق في العمل، نومه مش مظبوطه، حركه خاطئه عنيفه سواء في تدريبات او حتى بره اطار التدريبات. عموما دي دايما من الشكاوى اللي شبه ثابته عند ناس كتير جدا، السواقه باستمرار كافيه الواحد على اللابتوب واعمار مختلفه يا كريم طبعًا. يعني هي حتى مش مرتبطه بسن حد طبعًا. كبير في السن لا، ده اعمار مختلفه طبعًا. فعلا بيعانوا من مشكله الرقبه دي. عشان كده قلنا ايه بقى، قلنا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو جراف عشان نتعرف من خلاله على مجموعه نصايح تساعد على تجنب الام الرقبه. اتفضل. انا قريت محدش ينام على بطنه وهو نايم، ده ناس كتير جدا بتنام على الوضعيه دي اصلا كتير جدا. غلط مش مظبوط. ما خدتش بالي، بتتكلمي جد والله؟ ايوه غلط. ده انا منهم. ايوه بقول لك. والجنب وساعات على الجنب. والجنب اللي برضه يعني. طب طيب خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لكواليس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في الكونغو قبل مواجهه بقى فيتا كلوب، ومراسلنا هناك كريم احمد عشان يطلعنا على ايه الجديد معايا. كريم نصبح عليك انا وكريم وكل دلوقتي مشاهدي 10 صبح في الاهلي منتظرين منك الكواليس وايه الجديد دلوقتي اللي بيحصل مع الفريق. اتفضل يا كريم. صباح الخير طبعا عليك زميلتي العزيزه نهاوند، وصباح الخير على زميلي العزيز كريم، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي مع اليوم الثالث هنا في كينشاسا استعدادا طبعا للمواجهه المرتقبه والمنتظره فيتا كلوب الكونغولي والنادي الاهلي غدا في الثانيه ظهرا بتوقيت كينشاسا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا لفريق النادي الاهلي، الاستعدادات بالنسبه للتدريبات التركيز والجديه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله يكون ليها مردود وتنعكس على كل اللاعبين غدا في موعد المباراه. حابين طبعا من خلالكم نطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين، مدى تركيزهم النهارده، كمان اليوم هيكون عامل ازاي مع لعيبه النادي الاهلي. ابدا معاكي زميلتي نهاوندي زميلي كريم، النهارده صباحا 10 صباحا بتوقيت كينشاسا هيكون المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع كابتن فريق النادي الاهلي، ممكن يكون متواجد الشناوي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، لم يحدد هذا الامر لكن يحدد خلال لحظات. يلي مباشره الاجتماع الفني، الاجتماع الفني يحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وايضا الكابتن سمير عدلي رئيس الجهاز الاداري مع الكابتن ماهر عبد العزيز المدير الاداري لفريق النادي الاهلي. يمكن الاجتماع الفني احنا عارفين كل الامور الخاصه بقى بالوصول للتيشيرتات الطاقم اللي هيرتديه النادي الاهلي وايضا كمان فيتا كلوب الكونغولي، التاكيد على الاجراءات الاحترازيه والوقايه، كل الامور دي اكيد امور معتاده لفريق النادي الاهلي ومعتاده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء في الثانيه ظهرا بتوقيت كينشاسا. الرطوبه صعبه جدا هنا، ويمكن كل مره بناكد على هذا الامر، يعني صباحا دلوقتي درجه الحراره
يمكن هي 26 او 27 لكن بتصل 32 و35، لكن الامر الاصعب هي الرطوبه. في اللحظات اللي انا بكلمكم فيها الرطوبه وصلت ل 89%، امر صعب جدا بالتاكيد. يعني حاله التنفس مع الاجهاد مع الجري مع الترتان اللي يمكن يعني مش عايزين يبقى ليه تاثير كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن الحمد لله تدريب الامس كان تدريب جيد للفريق. لعيبه النادي الاهلي شافت الملعب بالكامل. بينسو موسيماني حاول يتكلم على لعيبه النادي الاهلي عن ان تكون التمريرات فيها دقه كبيره جدا، لابد يكون في تقارب خطوط بشكل كبير مع القراءه الفنيه المميزه اللي بيقراها بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي. الكل بيتفرج على المباراه، الكل بيتابع نقاط القوه والضعف. يمكن الهايلايتس اللي كان في المباراه الاخيره بالنسبه لفريق النادي الاهلي والفرص الضائعه العديده جدا كل اللعيبه شافتها واكدت على هذا الامر. لابد ان احنا نستغل انصاف الفرص، كل فرصه لابد ان هي تيجي للنادي الاهلي لابد ان هو يستغلها بشكل مميز جدا، لان الفرص مش هتيجي بشكل كبير جدا في مباراه بقوه هذه المباراه مع الجو والمناخ والطقس اللي احنا فيه هنا في كينشاسا. ايضا كمان تدريب النادي الاهلي النهارده كعادته طبعا هيكون بحضور وسائل الاعلام، 15 دقيقه كالعاده من الاتحاد الافريقي، ثم مباشره يتم غلق المران تماما سواء للنادي الاهلي وايضا كمان لفريق فيتا كلاب الكونغولي. لكن الامور الطيبه واللي حابين نطمن طبعا كل جمهورنا وجمهور النادي الاهلي عليها حاله بعض اللاعبين اللي يمكن امس كان في تساؤلات عديده جدا سواء على محمد هاني وايضا كمان طاهر محمد طاهر وعمرو السوليه. ابدا معاكم بمحمد هاني. محمد هاني باصراره الكبير وبرجولته الكبيره جدا ان شاء الله يكون متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي، ومنها باذن الله غدا يكون لي فرصه كبيره ودور كبير في مباراه يوم الثلاثاء. طاهر محمد طاهر وعمرو السوليه اجهاد فقط لا غير، مفيش اي كرامبات، مفيش اي اصابات، مفيش اي امور خاصه يمكن اطمنا بشكل عام عامه من الجهاز الطبي للدكتور احمد ابو عبله اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الجهاز بالكامل في تجهيز اللاعبين في تهيئ اللاعبين. الجو هنا والرطوبه هنا ممكن يبقى ليها تاثير على لعيبه النادي الاهلي، لكن الحقيقه كل واحد في بعثه النادي الاهلي بيعمل بكل جديه لان عارفين اهميه هذه المباراه. ثلاث لاعبين اللي اتكلمنا عليهم ان شاء الله يكونوا موجودين بشكل مميز وطيب جدا سواء ليهم دور في المباراه وايضا كمان او على دكه البدلاء. الامر كمان يا زميلي كريم زميلتي الهواند احنا عندنا غيابات مؤثره طبعا في فريق النادي الاهلي على راسها علي معلول، لكن بنقول ان علي معلول غيابه بيدي دفعه كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي والرغبه بتكون اكبر لان وجوده هيكون ليه قيمه كبيره جدا. وليد سليمان ايضا كمان بيغيب على النادي الاهلي، لكن الاهلي بمنحدر مش كلمه فقط لغير، الاهلي بمنحدر في المواقف دي بتنعكس مع فريق النادي الاهلي. شخصيه اللاعبين هي اللي بتحسم هذه المباراه، الفنيات موجوده، التحضير موجود، كل الامور دي معتاد عليها النادي الاهلي، لكن المباريات الحساسه اللي زي كده بالاصرار الكبير وبروح النادي الاهلي وبشخصيه النادي الاهلي تحسم اي مباراه مهما كان المنافس ومهما كان ايضا الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في حاله التركيز، تدريب النهارده يخرج بدون اي اصابات وبدون اي امور خاصه لفريق النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله غدا يكون النادي الاهلي في قمه استعداده لمباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي ليكون على ملعب الشهداء في الثانيه ظهرا بتوقيت كينشاسا. عوده للاستوديو مره ثانيه وزميلتي العزيزه نهاوند وزميلي العزيز كريم. يا رب يا كريم تضم صوتنا لصوتك، واعتقد يعني ال 80 مليون ويمكن اكتر كمان صوت يعني بيضم صوتهم لينا، وان شاء الله الفوز بكره يكون اهلاوي، ربنا مع الفريق باذن الله. اشكرك جدا، واكيد تغطيتنا هتبقى مستمره مع حضراتكم على قناه الاهلي، وكريم احمد مراسلنا هيكون بيغطي كل الكواليس لحضراتكم. قبل بقى ما نروح فاصل لان الفقره الاخباريه كده خلصت، هيبقى في طبعا الفقره الاولى اللي هي الحواريه مع حضراتكم ورياضه القوارب، قوارب التنين زي ما قلنا، بس كريم بقى اللي هيطلع المره دي لوحده. هتيجي لوحدك هرجع لك ثاني في الفقره الاخيره. قوارب التنين يا عالم حرام عليك. هرجع لك في الفقره الاخيره فاصل ونرجع لك. طبعا لعبه دراجون بوت هي لعبه صينيه قديمه وكانت موجوده من زمان، وطبعا احنا كنا بدات في مصر يمكن من 2016 بشويه فعاليات بسيطه كده تمت لحد ما ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نعمل اشهار للعبه، واحنا بنحاول طبعا الفتره اللي جايه نعمل مشاركه بقى في الانديه ونقدر نعمل توسيع للقاعده للرياضه. عايز اقول ان هي رياضه جميله جدا بتتناسب مع جميع الاعمار، ليها شكل وليها طعم زي ما بيقولوا في الميه، انا شايف ان هم يعني كل حد بيجربها بيستمتع جدا. خليني اقول ان احنا بنتعامل مع الجانب الصيني وهم الناس مهتمين بالرياضه دي بتاعتهم ومبسوطين قوي ان احنا في مصر قدرنا ان احنا نعمل حاجه من الرياضه دي تتحرك. خليني برضو اتكلم ان احنا مطالب ان احنا نوسع القاعده بقى على جميع انحاء
جمهورية مصر العربية ان احنا نقدر نحط اساس ونقدر من خلال اكاديميات ومن خلال تدريب مكثف. كمان خليني اقول ان الفترة اللي جاية احنا عندنا فعاليات هنقدر نحققها على مدار الثلاث اربع سنين اللي جايين دول ان شاء الله هتظهر اكيد على المؤتمر ويكون لنا دور فيها كويس باذن الله. دي دراجون بول مهم اول حاجه طبعا يعني رياضه, وثاني عشان تيم ورك. يعني احنا شفت المركب ماكسيمم 22 لكن هم شغال مع بعض, مش كل واحد لازم يعني كل واحد يعني دي هدف دي ورك تيم ورك, ما فيش حد شغال هو عايز لكن كله مع بعض لواحد. بإذن الله في العديد من المسابقات احنا عاملين كاتحاد عاملين برنامج لمدة 3 سنوات يعني طبعا في مشاركة معظم النوادي على مستوى مصر, وبعد كده يعني هنخلي مصر ممثلة في كل المسابقات اللي بتقام على مستوى العالم. رياضة التجديف بكل أنواعها كانت موجودة في مصر وموجودة في كل النوادي تقريبا اللي ليها أكسس على المية يعني, فالتنظيم حلو قوي, التعاون مع الصين في كل المجالات حلو قوي, وإنك بتقدمي رياضة جديدة, صحيح هي جديدة قديمة بس شكلها مختلف, وبالتالي أنا بشوف إن حاجة حلوة قوي إن إحنا نتعاون مع الحضارات القديمة بكل أشكال التعاون. هي ميزة الدراجون بوت إن كصحبة تمام, وبنتعرف على ناس إحنا أصلا ما نعرفهاش, هي ميزة الرياضة كده يعني, دي لعبة الدراجون بوت بتعرفنا على ناس إحنا ما كناش نعرفها, فدي حلاوة الدراجون بوت, فدي احنا مستمتع باللعبه دي ان انا بتعرف على ناس محترمه وجميله ما كنتش اعرفها. دراجون بوت ديت من اقوى الرياضات المائيه وامتعها, وهي رياضه جماعيه غير اي رياضه تانية, بتعتمد على العمل الواحد والهدف الواحد لروح الفريق. دراجون بوت دي لعبه هي الصين اول حاجه نشاتها, لكن هي دلوقتي العالم كله بيلعبها وبيشارك فيها. كان عندنا سفريه ماليزيا كان في بطوله سيدات فقط, والحمد لله كنا مقدمين فيها بشكل كويس جدا. سافرنا في 2019 سفر في هونغ كونغ برضو كنا تيم واخدنا هناك برضو ميدالية, فيعني اخدنا كذا مسابقات وكنا بنأدي بشكل كويس قوي. اشتركت اول مره في 2018 في العيد الصيني السنوي, وبعد كده ابتدينا نخرج بره مصر اللي احنا اشتركنا في مسابقات في هونغ كونغ وماليزيا, واحنا كنا اول فريق مصري ان هو يخرج بره مصر وحققنا مراكز كويسه هناك. اخترت العبها لعبه قويه, فبتمرن عضلات الكتاف تبقى كويسه جدا, وبرضه يعني لعبه مشجعه يعني. أظن جديدة علينا تماما هذه الرياضة, طبعا دراجون بوتس أو قوارب التنين رياضة صينية المنشأ زي ما كلنا عرفنا من خلال هذا التقرير, وأصبح لها مؤخرا اتحاد في مصر. هنتعرف أكثر على كل تفاصيل هذه الرياضة من خلال ضيوفنا الأعزاء الأستاذ إيهاب جودة وهو مفوض تنمية الاتحاد الدولي للعبة, وأيضا الأستاذة ماري لاي مؤسسة دراجون بوتس في مصر. صباح الخير عليكم. صباح النور. أهلا بيك. إحنا عرفنا أن حضرتك بتتكلمي عربي وبلهجة مصرية يمكن أحسن مني أنا والأستاذ. طبعا. سعداء بوجودك منورانا. أهلا بيك. عايزين نعرف من حضرتك في البداية يعني فكرة كده مبسطة عن هذه الرياضة, وهل هي رياضة بتتلعب أو بتمارس بشكل تنافسي يعني فيها بطولات ومراكز وكؤوس وكده, ولا الغرض منها ترويجي أكتر؟ تقريبا بالنسبة لي عشان أنا من الصين من هونغ كونغ, الأول حاجة لما أنا عايش في مصر أول حاجة بفكر ثقافة في الصين, ودي لعبة دراجون بول ده فعلا من 2000 سنة, دي ثقافة في الصين, لكن دي لعبة رياضة جامدة معروفة كل العالم, عشان كده فأنا بفكر دي ده مش جيب دي لعب الرياضة لمصر عشان عندنا جميلة طبعا. النيل طبعا. حضرتك بقالك قد ايه عايشة في مصر؟ 30 سنة. ما شاء الله ده عمر تاني ما شاء الله. مبسوطة في مصر ولا ايه الأخبار؟ طبعا أكيد طبعا. بطبيعة الحال طبعا.
طيب برضو نعرف بقى من حضرتك مبدئيا ملابسات تأسيس أو إنشاء اتحاد لهذه اللعبة الجديدة نسبيا على المصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر سيادتك وبشكر حضراتكم يعني على الدعوة الجميلة. ثانيا لعبة الدراجون بوت هي طبعا ليها تاريخ ومن ألفات السنين، وكانت الأول يعني كانت داخل الصين فقط لا غير، وبعد كده بدأت تخرج بره عن طريق هونغ كونغ وتبقى رياضة وانتشرت على مستوى آسيا كلها ودخلت أوروبا وانتشرت في أمريكا ودول في بعض الدول العربية ودول في أفريقيا. فطبعا مصر بلد مهمة على مستوى العالم، ومصر برضو بلد رياضية من الدرجة الأولى وطبعا فرصة جميلة أن مصر تتعرف على دراجون بوت والشباب، هي ملهاش سن على فكرة، جميع الأعمار حتى لحد سن 70 سنة ممكن يمارس اللعبة. في نفس الوقت هي منها رياضية سليمة 100% بحتة يعني، ومنها نوع من أنواع الثقافة للناس كرياضة جديدة، وفي نفس الوقت بنساعد على الصحة، أن صحتك تبقى كويسة وتلعب رياضة وتمارس رياضة، لأن المركب نفسه بيبقى فيه جروب كبير أكتر. مثلا المركب بيتكون بيبقى فيه 22 لعيب، احنا بنقول 20 اللي بيقدفوا وواحد أعلى على الدرامز وواحد ماسك الستيرنج او الدفه بتاعته. فطبعا حضرتك ده جروب كبير كرياضيين، جروب كبير، فحضرتك بتشجع الناس اكتر ان تمارس وبسرعه يعني، كمان بتمارس بالشكل التقليدي الكلاسيكي بتاعها، ولازم يبقى معاكوا دراما. بالظبط لازم يكون في درامز اللي هي الطبله، وهو ده الايقاع بتاع التاديف نفسه بتاع يعني المداف بينزل الميه الدرامز هو مع الاثنين مع بعض. هم كلهم مع بعض. بس حضرتك بتقول ان هي انتشرت مبدئيا في اسيا ثم لدول تانية من قارات مختلفه. انتشرت بمعنى ان تاسس لها اتحادات محليه تابعين او تحت مظله الاتحاد الدولي. طبعا هي في حوالي دلوقتي 85 دوله تحت الاتحاد الدولي للدراجون بوت، والاتحاد الدولي للدراجون بوت اتحاد مستقل وقانوني جدا وواضح وصريح. ودلوقتي بيتعمل له بطولات العالم، سواء للانديه او بطوله العالم للمنتخبات. هو مستقل كمان عن اتحاد التجديف؟ مستقل لوحده تماما يعني، استقلاليه كامله. بالظبط كده. اسمه الاتحاد الدولي للدراجون بوت، معروف وليه الويب سايت بتاعه. فبرضه لو حال للمشاهدين ان هم عايزين يعرفوا اكتر معلومات اكتر يخشوا للموقع بتاع www.idbf.com. جميل. طيب لقيتي اقبال المصريين كان كبير على ممارسه الرياضه دي، وعملتي ايه عشان تنشري اللعبه او عشان تعرفي بيها المصريين من الاساس؟ او انا بفكر احنا اول مره العمل مهرجان في مصر في 2016 1 اكتوبر. ده دي اتفاق وطني صيني، ده دي عيد بتاعنا عشان لاول مره، وخليه مصريين لاول شاف ايه دراجون بول، وبعدين خليهم ينسوا في ميه يجربوا بنفسهم. لازم اجرب عشان مش كلام او بس يعني فيديو. لا لازم حقيقي ينسف بمركب في ميه. وبعدين حصل المصريين بحب الرياضه ده مخصوص دراجون بول، وهو مبسوط. وهي مختلفه ورياضه شيقه، واضح حتى من الفيديوهات اللي احنا بنشوفها ممارستها فيها متعه الى جانب الفوائد الصحيه اكيد اللي فيها ولا ايه؟ هي طبعا دي يعتبر من اقوى الرياضات المائيه. يعتبر اقواهم. هي رياضه نهريه ولا ممكن تكون بحريه كمان؟ وتمارس في البحار في اي مكان. لو الملابسات يعني تسمح بكده، باي مكان يسمح بيه، امن يسمح بيه لممارسه اللعبه بيتمارس في اللعبه او يتمرن فيها. عادي جدا يعني، البحر الأحمر، البحر المتوسط، نهر النيل، البحيرات عندنا، كل أي مكان فيه مية ممكن يمارس فيه اللعبة. أوكي. طيب والبطولات، في بطولات مثلا بتنظموها؟ هل في يعني حاطين أكيد خطة معينة، مش بس عشان اللعبة أو الرياضة تنتشر، كمان عشان يبقى في تصعيد بقى للأمور، ممكن يبقى في أجواء تنافسية لاحقا، فكرتي في ده حضرتك؟ اللي يبقى في بطولات. طبعا يعني احنا كل سنه الانترناشنال دراجون بول فيدريشن عامل الشامبيونشيب، يعني السنه دي نوفمبر في هونغ كونغ.
اوكي وفيها آه. فيها ناس من مصر هيشاركوا؟ لا طبعا ولا طبعا ولا ايه؟ ولا بس مقصوره على الاتحاد الدولي باعت دعوه لمصر لمشاركتها في كاس العالم اللي هيتعمل في هونج كونج. جميل. في الصين ان شاء الله في شهر 11 اللي جاي. وطبعا هيستعدوا له ان شاء الله عشان المنتخب اللي هيمثل مصر ان شاء الله هيسافر هناك وهيمثل مصر هناك في بطوله العالم. وفي نفس الوقت بالمناسبه برضو ذو الهمم احنا مش يعني هي اللعبه رائعه ليهم جدا ومناسبه ليهم جدا لجميع المستويات وجميع الفئات من ذو الهمم. وعناصر الامان متوفره بحقها فيها طبعا يعني. بيبقى اللايف جاكيت المركب نفسه ستيبل امن في الميه. بيشيل المركب وزنه يعني 280 كيلو المركب نفسه 280 كيلو وبيتحمل فوق ال 1600 كيلو داخل المركب. فهو يعني المركب امن جدا. من نادر قوي لا قدر الله يعني حدوث اي يعني ده نادر جدا يعني نسبه ما لهاش نسبه مذكوره يعني. فاحنا حبينا نجرب اللعبه مع ذو الهمم. والناس كانت مبسوطه بيها جدا وفرحانه بيها جدا. وطبعا بالمناسبه طبعا السيد اللواء نادر رشدي رئيس الاتحاد المصري للدراجون بوت طبعا انا برضو بالمناسبه انا بهنيه على نجاحه واعضاء الاتحاد باللي هو بانشاء الاتحاد في مصر. ده بالنسبه لهم يعني بالنسبه لمصر برضو هم عملوا حاجه جميله جدا واضافه جديده للرياضه في مصر طبعا. وبالمناسبه برضو بشكر السيد معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي طبعا على اهتمامه ودعم الوزاره لانشاء الاتحاد وايضا اللجنه الاولمبيه السيد المهندس هشام حطب اللي هم برضو يعني دعموا موافقتهم على انشاء الاتحاد في مصر. وطبعا بالنسبه للدراجون بوت انا شايف ان هو برضو من الناحيه السياحيه يعني الرياضه السياحه الرياضيه في مصر هيكون عامل قوي جدا لان في كل دول العالم اللي فيها دراجون بوت السياحه الرياضيه هي بتبقى الداعم الكبير ليه سواء لانه بيجذب اكبر عدد من السياحه لمصر. يعني لو عملنا ايفنت مثلا في مصر ممكن اقل ايفنت ممكن يبدا من 5000 لاعب في الايفنت الواحد في مصر ومع الزياده ومصر طبعا مين من دول مختلفه من دول العالم من جميع دول العالم. فده في حد ذاته بيبقى داعم كمان للسياحه وفي نفس الوقت بتنشر الرياضه اللي ما خدش فرصه في اي لعبه رياضيه بيبقى يجي يمارس الرياضه بتاعته او اللي هو مثلا مش لاقي يعني في حاجه مثلا عايز يعملها يعني يخرج نفسه من الملل او يخرج ده يكفي التفصيل اللي حضرتك قلتها كمان من شويه فكره ان هي مش مرتبطه بسن معين وحتى كبار السن يقدروا يمارسوها باريحيه. فدي هتفتح فعلا مجال او تفتح الباب لناس كتير مش عارفين يمارسوا الرياضه بشكل نظامي معتاد من خلال نوادي او انديه مختلفه. دايما الصين يعني من اكتر الدول ومن اقدم الدول اللي عرفت العالم برياضات مختلفة طبعا. سواء فنون قتالية سواء حتى في حالة الدراجون بوتس والأشكال التقليدية الفولكلورية في الصين. يعني إيه سر الرياضة مع الصين والصينيين من قديم الأزل؟ عشان دي ثقافة يعني مثلا يعني احنا الصينيين من زمان دي دراجون بول من 2000 سنة عشان كده يعني احنا الصينيين بحب ثقافة بتاعنا وبعدين دي الرياضة دي المهم عشان لو انت في فرصة تيجي في المهرجان كبير في الصين شهر 6 ده دي مهرجان خلاص اعملوا حسابنا انا وهوند ان شاء الله نكون معاكم ايوه روح هناك وشوف عيد اتفاق ده دراجون بول عظيم طبعا جميل. طيب خطتكم او جعبتكم فيها ايه تاني الفترة الجاية بتفكروا في ايه؟ طبعا انا يعني الخطة ان شاء الله اللي جاية ان احنا طبعا تكوين المنتخب اللي هو هيمارس اللي هيطلع يمثل مصر في عالميا يعني. تاني هام طبعا بطوله كاس مصر لازم تعمل بطوله كاس مصر ودعوه لجميع الانديه ومراكز الشباب ان هي تنضم. هي لسه كاس مصر كبطوله لم تنظم بعد التهدي ان شاء الله بطوله كاس مصر وبعد كده هيطلع المنتخب تكوين المنتخب عشان الرحله اللي جايه ان شاء الله في كاس العالم. هو بالمناسبه الاتحاد تم اشهاره امتى؟ تقريبا من 3 اسابيع او يعني لسه مؤخرا جدا يعني ما لحقتوش طبعا تاخده بس احنا الحمد لله يعني واخدين كده روح معلش يعني واخدين روح السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي ان هو واخدين الروح دي منه، الحته دي واخدينها منه، انه بيعمل كل حاجه بسرعه وبانجاز. فاحنا برضو لا والحقيقه بيدفع الشعب دفعا لممارسه الرياضه وان كلنا نعيش في حياه ونمط حياه صحي. صحيح والصينيين موجودين عايش في مصر مبسوطين جدا. طبعا يعني سفارة صيني بعده لما اسمع عندنا اتحاد دراجون بو هما بعده مبسوطين. اخبار الاكل المصري ايه معاك؟ مبسوطه من الاكل المصري ولا ملتزمه بالاكل الصيني الجميل بالمناسبه؟ طبعا انا بحب الاكل المصري. جربت ايه من الاكلات المصريه؟ ده طبعا بره اطار الاتحاد والرياضه بس من باب الفضول. دي دي اكل مش كويس للرياضه. ماشي يا فندم. الكشري مفيد جدا للدراجون بول. لا ماشي انا بحب ماشي عشان في رز كتير فبيحب الرز. طبعا السنين بيحب الرز. جميل جميل. والاقبال من فئه السيدات بصفه خاصه على ممارسه الرياضه دي زي ما شفنا من التقرير يعني ملفته للنظر الحكايه. واضح ان في اقبال كبير منها. ما انا قلت سيادتك هي لعبه لكل الفئات كل الاعمار. سواء الاولاد او البنات او السيدات. سواء المختلط الميكس. لان في مسابقات للرجال، في مسابقات للسيدات، في مسابقات للميكس المختلط. بالنسبه لكاس مصر اللي حضراتكم بتفكروا في خلاص بقى انه يبتدي من مثلا من الموسم الجديد ان شاء الله هيكون برضو في فئات مختلفه، فئه مختلط وفئه رجال فقط وفئه سيدات فقط. في هيبقى في والسباقات السباقات بتتراوح سباق ال100 متر، سباق ال200 متر، سباق ال500 متر، في سباق ال2000 متر وال1000 متر وال2000 متر، وفي سباق ال12000 متر. بس احنا في مصر هنبدا يعني على اساس مشاركتنا ان شاء الله في كاس العالم على عشان الوقت يعني انه بسرعه احتمال يعني احنا نشارك في سباق ال200 متر وسباق ال500 متر وسباق ال2000 متر. ان شاء الله باذن الله وربنا يوفقهم باذن الله يا رب. ان شاء الله بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق. انتوا نورتونا وشرفتونا وادخلتم رياضه او يعني شكل جديد من اشكال الرياضه في مصر. احنا بنشكر حضرتك. شكرا. نورتينا. شكرا جزيلا ومنوره مصر يا فندم. شكرا. صباح الفل على حضرتك. ربنا يخليك. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يخليك. هنستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه لاستكمال كلامنا وحديث حول مباراه الغد ان شاء الله. اتفضل. الرساله هنقولها بس في كلمه واحده اللي هي التركيز ثم التركيز ثم التركيز بس مش عايزين اكتر من كده. لعيبه الاهلي دايما عودونا ان هم يكونوا على قد الموقف وعلى قد المسؤوليه وان شاء الله يرجعوا منصورين باذن الله. احب اوجه لهم رساله اقول لهم انتوا طبعا كلكم رجاله واحنا يعني مش واثقين جدا جدا في قوتكم وفي كل حاجه. لعبتنا رجاله قوي يعني لعبتنا هتقدر تعديها لو عاوزه هتعديها هتعديها ولان احنا احرف منهم واقوى منهم ويعني مش ممكن يعني ما نقدرش على فرقه زي دي. ان شاء الله بعون الله هنكسب وهنعوض خسارتنا. متعشمين فيكم يا اهلي وان شاء الله هتبقوا قد عشمنا وتكسبوا ان شاء الله. قيمه الفانيلا الحمراء احنا محتاجينها النهارده. محتاجين ان اللعيبه ديت يستشعروا قيمه الفانيلا الحمراء. ومن خلالها باذن الله ان شاء الله ما فيش نقطة هنخسرها. إن شاء الله بإذن الله هم رجالة إن شاء الله بإذن الله ويقدروا يعملوا كل حاجة دول أبطال يعني وعبدونا على البطولات والأوت الحولة دي إن شاء الله يعني وربنا معاهم إن شاء الله يعني. طبعًا إحنا ثقتنا كبيرة جدًا في النادي بتاعنا وفي فريقنا وطبعًا نقول لهم ربنا معاكم بالتوفيق ويشدوا حيلهم. أكيد هم كلهم مقدرين المسؤولية ومقدرين إنه ماتش مهم جدًا. أهم حاجة طبعًا تجميع النقط. عشان يبقى في كلام بقى تاني في الادوار اللي بعدها. هو معروف عن النادي الاهلي ان هو قد المسؤوليه ولعبته رجاله وان شاء الله الماتش اللي جاي ده نكسب ثلاث نقط. العبوا حلو قوي وان شاء الله تكسب. اتمنى من اللعيبه كلها انها يعني تتضامن ان شاء الله عشان تحقق فوز جميل تسعد بيه جماهير النادي الاهلي اللي متعود دايما على الفوز. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب المكسب يكون النادي الاهلي ونكسب ان شاء الله 1-0. اتوقع ان احنا ان شاء الله هنكسب 3-0 او 3-1 على الاقل. ان شاء الله الاهلي يعمل نتيجه كويسه هناك ويكسب 2-0 ان شاء الله عشان يعوض التعادل اللي هنا. ان شاء الله اتوقع النتيجه تكون 1-0 ان شاء الله للنادي الاهلي. اتوقع ان الاهلي ان شاء الله يكسب 2-0. ان شاء الله 2-1 للاهلي.
ان شاء الله يعني الاهلي قادر يعدل الماتش ده، وان شاء الله الماتش يخلص 2-1 للنادي الاهلي. ان شاء الله 2-1 للاهلي ان شاء الله. 1-0 اكيد للاهلي، وان شاء الله محمد شريف اللي هيجيب الجون. بالاهلي يكسب الجيم الجاي ويكسب 2-0 او 1-0. اتوقع النادي الاهلي هيكسب 1-0. ان شاء الله الاهلي يطلع عند حسن ظننا، وهو دايما في المواقف الصعبه الاهلي بيبقى تمام، وان شاء الله نكسب. والله باذن الله اتمنى 2-1 للاهلي طبعا، يعني ربنا يوفقهم. اهم حاجه التكتيك بس يكون موفق، وان شاء الله الاهلي يفوز 1-0 ان شاء الله. بعد الماتش اللي اتعمل هنا النادي الاهلي ان شاء الله هيحقق المكسب الماتش اللي جاي 2-0. زي ما حضراتكم شفتوا كده توقعات الجمهور لمباراة غد، الناس كلها منتظرة إن شاء الله يكون في فوز لفريقنا بإذن الله، لأن احنا بنتكلم هنا لا بديل بقى عن الفوز، هو ده الشعار أو شعار الأهلي في المباراة الغد أمام فيتا كلوب. وعشان نحقق ده لازم كمان إن احنا نتجنب الأخطاء ونلعب بشخصية وروح الفانيلا الحمراء. مهم جدا إن احنا نعرف كواليس والاستعدادات وإيه الخطورة اللي متوقعة وإيه الأخطاء اللي احنا مفروض إن احنا ما نكررهاش مرة تانية. خلينا نحلل كل ده مع ضيفنا العزيز جدا الناقد الرياضي كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. صباح الفل والنصر يا رب ان شاء الله. صباح الخير يا نوندو، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك وسعداء كالعاده بوجودك معانا. ونبتدي بقى كلامنا برضو بالنقطه اللي كنا اتكلمنا معاك فيها قبل كده، رجعنا لها مره ثانيه، فكره التوقيت اللي هتتلعب فيه المباراه والملابسات الجويه المحيطه بهذه المباراه. الى اي درجه انت مطمئن على الاداء؟ مطمئن للنتيجه؟ وطبعا احنا قلنا بعد مباراة سيمبا ان مشكلتنا ما كانتش مشكلة فنية بالقدر الكبير، ان هو مشكلة لعب الماتشات الساعة 3. وذكرنا احصائية في خلال اخر سنتين نادي الاهلي لعب 10 مباريات في افريقيا الساعة 3 العصر، كسب واحدة، اتعادل واحدة، وخسر 8. وبالتالي احنا واضح ان احنا عندنا مشكلة في مباراة الساعة 3 بعيدا عن القايمه، لان اكيد قايمه النادي الاهلي واللعيبه والمدربين اتغيروا على مدار السنتين طبعا الاخيرتين. وبالتالي ماتش سيمبا لحد ما طبعا كان في بعض المشاكل الخاصه بالنقطه دي. وانا قلت ان فلوران ايبانجي المدير الفني لفيتا كلوب، احنا بقينا ماتشين في المجموعه دي، ماتش قدام فيتا كلوب وماتش قدام المريخ السوداني. للامانه المريخ السوداني بيلعب ثلاثه، يعني هم عندهم بعض الامور في ماتشات بالليل وبيلعبوا فعلا الساعه 3 العصر، وفعلا هم لعبوا سيمبا الساعة 3 العصر ولعبوا فيتا كلوب الساعة 3 العصر، وبالتالي المريخ احنا كده كده هنلعبه 3 العصر، ده احنا عارفينه. فيتا كلوب احنا اوريدي لعبناهم في 2019 لما كان النادي الاهلي مع لاسارتي، ففيتا كلوب اصلا بيلعبوا الساعة 5 و6 اصلا، ده توقيتهم المعتاد. ومصر حتى لما بتلعب الكونغو الديمقراطية في كل مبارياتها الرسمية كنا بنلعب الساعة 5 والساعة 6. هو الراجل اختار الساعة 3 العصر لان هو وضح ان المعلومة بدأت تبقى مفهومة للأندية في افريقيا ان النادي الاهلي بيحب يلعب 5 و7، فيلا نلعبه الساعة 3. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نبقى عارفين كويس ازاي نتفادى مشاكل لعب الساعة 3 العصر بعيدا بقى عن الامور التكتيكية والفنية، لان فعلا الامور التكتيكية والفنية احنا شفنا مباراة فيتا كلوب التعادل 2-2 كان في فجوة شاسعة ما بين الفرقتين، احنا ضايعين أكثر من 15 فرصة محققة على مدار الشوطين. والناس بتسمعنا ممكن يتبادر لذهن البعض منهم على الأقل نعم. فكرة إن الفرق للدرجات دي كبير بيننا لما نلعب ماتش الساعة 3 والساعة 7، ما اللي بيلعب حلو الساعة 7 هيلعب حلو الساعة 3. لا لا لا. طب وضح لنا بقى. نوضحها. ونوضحها بمثل بسيط عشان الناس يبقوا فاهمين الموضوع. الناس اللي بيحبوا يروحوا الجيم، وطبعا يعني موضوع الرياضه دلوقتي بعد كورونا بقى منتشر كتير جدا، الناس حابه ان هي صحتها تبقى كويسه والمناعه تبقى كويسه. فعلا لو انت مثبت ميعادك انك بتروح الجيم من بعد الساعه 5 بالليل، ودايما بتروح الجيم من 5 مثلا، من 5 ل 10 بالليل، وبتتدرب كده لمده ليتس سي مثلا 3 شهور، لو انا جيت فجأة قلت لك بكرة انت هتتمرن الساعة 12 الظهر، فلو انت كنت بتتمرن الساعة 5 او الساعة 6 او الساعة 7 ممكن تقوم من النوم زي ما انت عايز. ليه تمرينك الساعة 5؟ كده كده انت هتاكل وهتوقف اكلك قبل التمرين بساعتين، فمعاك مساحة وقت. لكن لما بدر لك الميعاد ايه اللي هيحصل؟ انت هتضطر قبلها بيوم
هتنام بدري عشان تاخد لك قسط من الراحه عشان تعمل مجهود التمرين الاخير كل حاجه هتختلف يعني. والفطار هتفطر امتى؟ لو انت هتتمرن الساعه 12 او الساعه 1 فانت لازم توقف اكل الساعه 11 ولازم تاكل عشان يبقى انت واكل كويس ورايح تعمل مجهود. فهي الفكره يا كريم في حده توزيع الوقت هي الفكره مش بس الماتش الساعه 3 لا احنا بنقولش ماتش 3 وخلاص ان انت ما بتقومش من النوم وتروح تلعب الماتش لا انت بتنزل الاحماء الساعه 2 وما دام نزلت الاحماء الساعه 2 فاكيد الدكتور بتاع الفريق هيوقف الاكل للفرقه قبلها بساعتين او ثلاث ساعات. طيب يبقى كده احنا هنفطر الساعه كام؟ طيب هنقوم من النوم بقى الساعه كام؟ فانت كل ده انت عمال كل ده هيتاثر تبدل. وعشان كده بيتسو موسيماني يوم السبت قبل ما الفريق يستقل الطائره ويسافر للكونغو كينشاسا خلى المران في اليوم ده كان الساعه 9 الصبح. يعني يوميها كنت يعني بالصدفه كان بنتي عندها تمرين في الجزيره فانا رايح الصبح دخلتها التمرين وشفت الفرقه وهي نازله ملعب التتش الساعه 9 الصبح. فده يبين لنا ان الجهاز الفني واخد باله من النقطه دي وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يوازن ما بين الماتشات المحليه اللي بنلعبها. احنا لاعبين يوم الاربعاء 7:30 وفي برج العرب وبترجع طريق طويل من السفر. يوم الخميس لازم تريح لازم تعمل استشفاء. يوم الجمعه محتاج انك تتدرب عشان انت عندك ماتش يوم الثلاثاء. يوم السبت مسافر. ففعلا اللعيبه يا عيني عندهم ضغط جهد فظيع انا فعلا مشفق عليهم. ولكن يعني ده حال لاعب النادي الاهلي يجب ان انت تبقى مستعد لكل التاسكات المطلوبه. وهل التاثير ده يعني احنا عشان برضو الناس تبقى عارفه مش بس بيختص بالنادي الاهلي يعني ممكن نقول لعيبه مثلا حتى اللي هم واخدين على ليتس سي مثلا بروده شديده او جو يعني قارس بيلعبوا فيه غير لما يجوا يلعبوا مثلا في جو صحراوي 38 درجه او 36 برضو اكيد التاثير بشكل طبيعي برضو بيبقى ليه تاثير كبير. فده حال يعني بنتكلم اللعيبه كلهم في العالم. اللي اكد كلامك يا نهاوند هو تصريح فلوران بانجي امبارح المدير الفني لفيتا كلوب لما طلع قال بالليل يعني قالها بصيغه انا هاخدها بصيغه تنافسيه مش بعض الناس زعلوا انا ما زعلتش من الراجل. هو الراجل قال انتوا عارفين ان احنا بنلعب في جو حر وبنحب نلعب الصبح فانتوا شددتونا نلعب بالليل. هو ارجع اداء فيتا كلوب السيء لان هو لعب بالليل ولعب في جو لطيف هو ارجع هو يعني هو طبعا هو حر في وجهه نظره ونحترمها. فقال اوكي زي ما انتوا عملتوا معانا كده في مصر احنا هنعمل معاكم كده في كينشاسا هنلعبكم الساعه 3 العصر في الوقت اللي احنا يناسبنا وفي الظروف اللي تناسبنا واحنا دايما بنلعب في الوقت ده افضل. فاللي بياكد كلامك ان موضوع الطقس وموضوع الرطوبه اللي بيحب الكوره في امريكا اللاتينيه بوليفيا احنا عارفين ان بوليفيا مرتفع عن سطح البحر بارتفاع عالي جدا وبالتالي في نقص اكسجين واضح وشديد وبالتالي منتخبات امريكا الجنوبيه حتى البرازيل والارجنتين لما بيروحوا يلعبوا في بوليفيا بيعانوا بسبب نقص الاكسجين. وطبعا كلنا فاكرين مباراه الارجنتين الشهيره لما اتغلبوا ستة من بوليفيا. ليه؟ مش عشان فنيات عشان الوضع بتاعي الجويات الجويات بالظبط. انا في التسعين دقيقه دي اخري هلعب ربع ساعه تلت ساعه جسمي مش هيقدر يستحمل نقص الاكسجين الوقت الكبير ده. بالظبط زي اللي بيسافر المملكه العربيه السعوديه عشان يعملوا مناسك العمره وانت في مكه حاجه وانت في المدينه حاجه تانية. المدينه مرتفعه فالمدينه فعلا اللي عنده مشاكل في التنفس او شيء بيحس بيها لكن في مكه الدنيا اقل شويه. تعال بقى نتكلم عن اللعب نفسه. يلا بينا. متخيل ان الحكايه هتبتدي بهجوم وضغط ولا هتبتدي بحذر دفاعي واعتماد الى حد ما على الهجمات المرتده ولا في مساحه لخطه ثالثه او لفكر ثالث احنا ما خطرناش على بال؟ اعتقد واحده من النقط اللي انا بحبها في موسيماني ان هو لما بيتعرض لتجربه سلبيه بيدرسها كويس ويجدد ويصلح. ودي مثلا بيتسو موسيماني في الكاس اللي فات النادي الاهلي لعب الاتحاد السكندري في السيمي فاينل وكان اول مره بيتسو موسيماني لاعب فرقه بيديرها الكابتن حسام حسن. المباراه دي كانت صعبه جدا 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 على النادي الاهلي انها كانت جايه بعد يعني فتره فرحه وتاهل وكده ولعب المباراه دي تحت ضغط شديد. اللعيبه في المباراه دي النادي الاتحاد السكندري قدر يضغط النادي الاهلي بشكل كبير جدا طوال 90 دقيقه وتقدم في النتيجه قبل ما النادي الاهلي في نهايه المباراه يدرك التعادل بجون قفشه بعد كده يجيب حمدي فتحي الهدف من ضربه راسيه.
المباراه دي كانت 2-1 نادي الاهلي وتاهل للفاينل، بس كانت مباراه كانت صعبه جدا 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 فنيا في الملعب. طيب بيتسو موسيماني لاعب نفس الفرقه بالظبط بنفس الجهاز الفني بنفس الظروف بنفس كل شيء في الدوري في الاسبوع الثالث للدوري الموسم الحالي، شفنا اداء مغاير وشفنا تاكتيك مختلف. ليه؟ ان بيتسو موسيماني خد شريط المباراه الاولى درسه صلح واشتغل عليه وبدا يصلح، ودي واحده من النقط اللي انا بشوفها ايجابيه في بيتسو موسيماني وبتخليني دايما انا اقول لازم الراجل يبقى في صبر عليه. ليه؟ اللي هو لسه بيجمع معلومات، يعني المشاهدين وهم بيتفرجوا على المباراه هم اصلا شافوا الاتحاد السكندري مليون مره، لكن بيتسو موسيماني ما شافهمش غير مرتين. صحيح. فما نقولش ان هو عشان هو مدير فني للاهلي هو عارف بكل بواطن الامور، لا هو برده الراجل زي ما دايما بقول اللاعب زي ما بيتعلم وبيتطور المدير الفني برده عنده مساحه تعلم وتطور. فانا متخيل ان بيتسو موسيماني والجهاز الفني ومحللين الاداء في نادي الاهلي مسكوا ماتش 2-2 ده اتفرجوا عليه ازيد من 4-5 مرات وبداوا يدرسوا اسلوب فيتا كلوب وطريقه اللعب. ونضيف على كده ان فيتا كلوب طبعا هيبقى هو عليه ضغط شويه، مباراه على ملعبه وهو طبعا في المنافسه معانا وعايز يتاهل وعايز يكسب، فبالتالي الخطوط هتتفتح اكتر. وبالتالي اتمنى انا على المستوى الشخصي يا كريم اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا من دقيقه واحد من دقيقه واحد ننزل مهاجمين وضعا في الاعتبار نبقى مستعدين طبعا بدنيا ونفسيا للمباراه. بص انا كنت اصلا هسالك في النقطه دي بعد ما نرجع من فاصل، احنا لازم نطلع فاصل، هل احنا مفروض نحقق اهداف من الدقائق الاولى زي ما احنا متعودين دايما مع الاهلي، ويمكن ده كمان لو حصل يؤثر ايجابيا على الفريق بتاعنا وربما سلبيا على الفريق الاخر ويبقى ده لصالحنا يعني. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل بس بعد ما نرجع فاصل سريع ونرجع نكمل. الرساله هنقولها بس في كلمه واحده اللي هي التركيز ثم التركيز ثم التركيز، بس مش عايزين اكتر من كده. لعيبه الاهلي دايما عودونا ان هم يكونوا على قد الموقف وعلى قد المسؤوليه وان شاء الله يرجعوا منصورين باذن الله. احب اوجه لهم رساله اقول لهم انتوا طبعا كلكم رجاله واحنا يعني مش واثقين جدا جدا في قوتكم وفي كل حاجه. لعبتنا رجاله قوي، يعني لعبتنا هتقدر تعديها لو عاوزه هتعديها هتعديها، ولان احنا احرف منهم واقوى منهم، ويعني مش ممكن يعني ما نقدرش على فرقه زي دي. ان شاء الله بعون الله هنكسب وهنعوض خسارتنا، متعشمين فيكم يا اهلي وان شاء الله هتبقوا قد عشمنا وتكسبوا ان شاء الله. قيمه الفانيلا الحمراء احنا محتاجينها النهارده، محتاجين ان اللعيبه ديت يستشعروا قيمه الفانيلا الحمراء، ومن خلالها باذن الله ان شاء الله ما فيش نقطة هنخسرها. إن شاء الله بإذن الله رجالة إن شاء الله بإذن الله ويقدروا يعملوا كل حاجة، دول أبطال يعني وعبدونا على البطولات والأوت الحيولة دي إن شاء الله يعني، وربنا معاهم إن شاء الله يعني. طبعاً إحنا ثقتنا كبيرة جداً في النادي بتاعنا وفي فريقنا، وطبعاً نقول لهم ربنا معاكم بالتوفيق ويشدوا حيلهم. أكيد هم كلهم مقدرين المسؤولية ومقدرين إنه ماتش مهم جداً. أهم حاجة طبعاً تجميع النقط عشان يبقى في كلام بقى تاني في الادوار اللي بعدها. هو معروف عن النادي الاهلي ان هو قد المسؤوليه ولعبته رجاله، وان شاء الله الماتش اللي جاي ده نكسب 3 نقط. العبوا حلو قوي وان شاء الله تكسبوا. اتمنى من اللعيبه كلها انها يعني تتضامن ان شاء الله عشان تحقق فوز جميل تسعد بيه جماهير النادي الاهلي اللي متعود دايما على الفوز. ان شاء الله ان شاء الله يا رب المكسب يكون النادي الاهلي ونكسب ان شاء الله 1-0. اتوقع ان احنا ان شاء الله هنكسب 3-0 او 3-1 على الاقل. ان شاء الله الاهلي يعمل نتيجه كويسه هناك ويكسب 2-0 ان شاء الله عشان يعوض التعادل اللي هنا. ان شاء الله اتوقع النتيجه تكون 1-0 ان شاء الله للنادي الاهلي. اتوقع ان الاهلي ان شاء الله يكسب 2-0. ان شاء الله 2-1 للاهلي. ان شاء الله يعني الاهلي قادر يعدي الماتش ده وان شاء الله الماتش يخلص 2-1 للنادي الاهلي. ان شاء الله 2-1 للاهلي ان شاء الله. 1-0 اكيد للاهلي وان شاء الله محمد شريف اللي هيجيب الجون. يا رب الاهلي يكسب الجيم الجاي ويكسب 2-0 او 1-0. اتوقع النادي الاهلي هيكسب 1-0. ان شاء الله الاهلي يطلع عند حسن ظننا، وهو دايما في المواقف الصعبه الاهلي بيبقى تمام وان شاء الله نكسب. والله باذن الله اتمنى 2-1 للاهلي طبعا. يعني ربنا يوفقهم، اهم حاجه التكتيك بس يكون موفق وان شاء الله الاهلي يفوز 1-0 ان شاء الله. بعد الماتش اللي اتعمل هنا النادي الاهلي ان شاء الله هيحقق المكسب الماتش اللي جاي 2-0. في
زي ما حضراتكم شفتوا كده توقعات الجمهور لمباراة غد، الناس كلها منتظرة إن شاء الله يكون في فوز لفريقنا بإذن الله، لأن احنا بنتكلم هنا لا بديل بقى عن الفوز، هو ده الشعار أو شعار الأهلي في المباراة الغد أمام فيتا كلوب، وعشان نحقق ده لازم كمان إن احنا نتجنب الأخطاء ونلعب بشخصية وروح الفانيلا الحمراء. مهم جدا إن احنا نعرف كواليس والاستعدادات وإيه الخطورة اللي متوقعة وإيه الأخطاء اللي احنا المفروض إن احنا ما نكررهاش مرة تانية. خلينا نحلل كل ده مع ضيفنا العزيز جدا الناقد الرياضي كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. صباح الفل والنصر يا رب ان شاء الله. صباح الخير يا نوندو، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي. صباح الفل عليك وسعداء كالعاده بوجودك معانا. ونبتدي بقى كلامنا برضو بالنقطه اللي كنا اتكلمنا معاك فيها قبل كده، رجعنا لها مره ثانيه، فكره التوقيت اللي هتتلعب فيه المباراه والملابسات الجويه المحيطه بهذه المباراه. الى اي درجه انت مطمئن على الاداء؟ مطمئن للنتيجه؟ وطبعا احنا قلنا بعد مباراه سيمبا ان مشكلتنا ما كانتش مشكله فنيه بالقدر الكبير، ان هو مشكله لعب الماتشات الساعه 3، وذكرنا احصائيه في خلال اخر سنتين النادي الاهلي لعب 10 مباريات في افريقيا الساعه 3 العصر، كسب واحده، اتعادل واحده، وخسر 8، وبالتالي احنا واضح ان احنا عندنا مشكله في مباراه الساعه 3 بعيدا عن القايمه، لان اكيد قايمه النادي الاهلي واللعيبه والمدربين اتغيروا على مدار السنتين طبعا الاخيرتين، وبالتالي ماتش سيمبا لحد ما طبعا كان في بعض المشاكل الخاصه بالنقطه دي. وانا قلت ان فلوران ايبانجي المدير الفني لفيتا كلوب، احنا بقينا ماتشين في المجموعه دي، ماتش قدام فيتا كلوب وماتش قدام المريخ السوداني. للامانه المريخ السوداني بيلعب ثلاثة، يعني هم عندهم بعض الامور في ماتشات بالليل وبيلعبوا فعلا الساعه 3 العصر، وفعلا هم لعبوا سيمبا الساعة 3 العصر ولعبوا فيتا كلوب الساعة 3 العصر، وبالتالي المريخ احنا كده كده هنلعبه 3 العصر، ده احنا عارفينه. فيتا كلوب احنا اوريدي لعبناهم في 2019 لما كان النادي الاهلي مع لاسارتي، ففيتا كلوب اصلا بيلعبوا الساعة 5 و6 اصلا، ده توقيتهم المعتاد، ومصر حتى لما بتلعب الكونغو الديمقراطية في كل مبارياتها الرسمية كنا بنلعب الساعة 5 والساعة 6. هو الراجل اختار الساعة 3 العصر لان هو وضح ان المعلومة بدأت تبقى مفهومة للأندية في افريقيا ان النادي الاهلي بيحب يلعب 5 و7 فيلا نلعبه الساعة 3. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نبقى عارفين كويس ازاي نتفادى مشاكل لعب الساعة 3 العصر بعيدا بقى عن الامور التكتيكية والفنية، لان فعلا الامور التكتيكية والفنية احنا شفنا مباراة فيتا كلوب التعادل 2-2 كان في فجوة شاسعة ما بين الفرقتين، احنا ضايعين أكثر من 15 فرصة محققة على مدار الشوطين. والناس بتسمعنا ممكن يتبادر لذهن البعض منهم على الأقل فكرة إن هي الفرق للدرجات دي كبير بيننا لما بنلعب ماتش الساعة 3 والساعة 7، ما اللي بيلعب حلو الساعة 7 هيلعب حلو الساعة 3. لا لا لا. طب وضح لنا بقى. نوضحها. ونوضحها بمثل بسيط عشان الناس يبقوا فاهمين الموضوع، الناس اللي بيحبوا يروحوا الجيم، وطبعا يعني موضوع الرياضه دلوقتي بعد كورونا بقى منتشر كتير جدا، الناس حابه ان هي صحتها تبقى كويسه والمناعه تبقى كويسه فعلا. لو انت مثبت ميعادك انك بتروح الجيم من بعد الساعه 5 بالليل، ودايما بتروح الجيم من 5 مثلا من 5 ل 10 بالليل، وبتتدرب كده لمده ليتس سي مثلا 3 شهور، لو انا جيت فجأة قلت لك بكرة انت هتتمرن الساعة 12 الظهر، فلو انت كنت بتتمرن الساعة 5 او الساعة 6 او الساعة 7 ممكن تقوم من النوم زي ما انت عايز، ليه تمرينك الساعة 5؟ كده كده انت هتاكل وهتوقف اكلك قبل التمرين بساعتين فمعاك مساحة وقت، لكن لما بدر لك الميعاد ايه اللي هيحصل؟ انت هتضطر قبليها بيوم هتنام بدري عشان تاخد لك قسط من الراحه عشان تعمل مجهود التمرين الاخير، كل حاجه هتختلف يعني. والفطار هتفطر امتى؟ لو انت هتتمرن الساعه 12 او الساعه 1 فانت لازم توقف اكل الساعه 11 ولازم تاكل عشان يبقى انت واكل كويس ورايح تعمل مجهود. فهي الفكره يا كريم في حده توزيع الوقت، هي الفكره مش بس الماتش الساعه 3، لا احنا ما بنقولش ماتش 3 وخلاص، ان انت ما بتقومش من النوم وتروح تلعب الماتش، لا انت بتنزل الاحماء الساعه 2، ما دام نزلت الاحماء الساعه 2 فاكيد الدكتور بتاع الفريق هيوقف الاكل للفرقه قبليها بساعتين او ثلاث ساعات. طيب يبقى كده احنا هنفطر الساعه كام؟ طيب هنقوم من النوم بقى الساعه كام؟ فانت كل ده انت عمال كل ده هيتاثر تبدل. وعشان كده بيتسو موسيماني يوم السبت قبل ما الفريق يستقل الطائره ويسافر للكونغو كينشاسا خلى المران في اليوم ده
كان الساعة 9 الصبح. يعني أنا يوميها كنت يعني بالصدفة كان بنتي عندها تمرين في الجزيرة، فأنا رايح الصبح دخلتها التمرين وشفت الفرقة وهي نازلة ملعب التتش الساعة 9 الصبح. فده يبين لنا إن الجهاز الفني واخد باله من النقطة دي وبيحاول على قد ما يقدر إن هو يوازن ما بين الماتشات المحلية اللي بنلعبها. إحنا لاعبين يوم الأربعاء 7:30 وفي برج العرب، وبترجع طريق طويل من السفر. يوم الخميس لازم تريح، لازم تعمل استشفاء. يوم الجمعه محتاج انك تتدرب عشان انت عندك ماتش يوم الثلاثاء، يوم السبت مسافر. ففعلا اللعيبه يعني عندهم ضغط جهد فظيع، انا فعلا مشفق عليهم. ولكن يعني ده حال لاعب النادي الاهلي، يجب ان انت تبقى مستعد لكل التاسكات المطلوبه. وهل التاثير ده يعني احنا عشان برضو الناس تبقى عارفه مش بس بيختص بالنادي الاهلي، يعني ممكن نقول لعيبه مثلا حتى اللي هم واخدين على ليتس سي مثلا بروده شديده او جو يعني قارس بيلعبوا فيه، غير لما يجوا يلعبوا مثلا في جو صحراوي 38 درجه او 36، برضو اكيد التاثير بشكل طبيعي برضو بيبقى ليه تاثير كبير. فده حال يعني بنتكلم اللعيبه كلهم في العالم. اللي اكد كلامك يا نهواند هو تصريح فلوران بانجي امبارح المدير الفني لفيتا كلوب لما طلع قال بالليل، يعني قالها بصيغه انا هاخدها بصيغه تنافسيه، مش بعض الناس زعلوا، انا ما زعلتش من الراجل. هو الراجل قال انتوا عارفين ان احنا بنلعب في جو حر وبنحب نلعب الصبح، فانتوا شدتونا نلعب بالليل. هو ارجع اداء فيتا كلوب السيء لان هو لعب بالليل ولعب في جو لطيف، هو ارجع هو يعني هو طبعا هو حر في وجهه نظره ونحترمها. فقال اوكي زي ما انتوا عملتوا معانا كده في مصر احنا هنعمل معاكم كده في كينشاسا، هنلعبكم الساعه 3 العصر في الوقت اللي احنا يناسبنا وفي الظروف اللي تناسبنا، واحنا دايما بنلعب في الوقت ده افضل. فاللي بياكد كلامك ان موضوع الطقس وموضوع الرطوبه اللي بيحب الكوره في امريكا اللاتينيه بوليفيا، احنا عارفين ان بوليفيا مرتفع عن سطح البحر بارتفاع عالي جدا، وبالتالي في نقص اكسجين واضح وشديد، وبالتالي منتخبات امريكا الجنوبيه حتى البرازيل والارجنتين لما بيروحوا يلعبوا في بوليفيا بيعانوا بسبب نقص الاكسجين. وطبعا كلنا فاكرين مباراه الارجنتين الشهيره لما اتغلبوا 6، اتغلبوا 6 من بوليفيا. ليه؟ مش عشان فنيات، عشان الوضع بتاعي الجويات. الجويات بالظبط، انا في التسعين دقيقه دي اخري هلعب ربع ساعه تلت ساعه، جسمي مش هيقدر يستحمل نقص الاكسجين الوقت الكبير ده. بالظبط بالظبط زي اللي بيسافر المملكه العربيه السعوديه عشان يعملوا مناسك العمره، وانت في مكه حاجه وانت في المدينه حاجه تانية، المدينه مرتفعه، فالمدينه فعلا اللي عنده مشاكل في التنفس او شيء بيحس بيها، لكن في مكه الدنيا اقل شويه. تعال بقى نتكلم عن اللعب نفسه. يلا بينا. متخيل ان الحكايه هتبتدي بهجوم وضغط، ولا هتبتدي بحذر دفاعي واعتماد الى حد ما على الهجمات المرتده، ولا في مساحه لخطه ثالثه او لفكر ثالث احنا ما خطرناش على بال؟ اعتقد واحده من النقط اللي انا بحبها في موسيماني ان هو لما بيتعرض لتجربه سلبيه بيدرسها كويس ويجدد ويصلح. ودي مثلا بيتسو موسيماني في الكاس اللي فات النادي الاهلي لعب الاتحاد السكندري في السيمي فاينل، وكان اول مره بيتسو موسيماني لاعب فرقه بيديرها الكابتن حسام حسن. المباراه دي كانت صعبه جدا 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 على النادي الاهلي، انها كانت جايه بعد يعني فتره فرحه وتاهل وكده، ولعب المباراه دي تحت ضغط شديد. اللعيبه في المباراه دي النادي الاتحاد السكندري قدر يضغط النادي الاهلي بشكل كبير جدا طوال 90 دقيقه، وتقدم في النتيجه قبل ما النادي الاهلي في نهايه المباراه يدرك التعادل بجون قفشه، بعد كده يجيب حمدي فتحي الهدف من ضربه راسيه. المباراه دي كانت 2-1 النادي الاهلي وتاهل للفاينل، بس كانت مباراه كانت صعبه جدا 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 فنيا في الملعب. طيب بيتسو موسيماني لاعب نفس الفرقه بالظبط بنفس الجهاز الفني بنفس الظروف بنفس كل شيء في الدوري في الاسبوع الثالث للدوري الموسم الحالي، شفنا اداء مغاير وشفنا تاكتيك مختلف. ليه؟ بيتسو موسيماني خد شريط المباراه الاولى درسه صلح واشتغل عليه وبدا يصلح، ودي واحده من النقط اللي انا بشوفها ايجابيه في بيتسو موسيماني، وبتخليني دايما انا اقول لازم الراجل يبقى في صبر عليه. ليه؟ اللي هو لسه بيجمع معلومات، يعني المشاهدين وهم بيتفرجوا على المباراه هم اصلا شافوا الاتحاد السكندري مليون مره، لكن بيتسو موسيماني ما شافهمش غير مرتين. صحيح. فما نقولش ان هو عشان هو مدير فني للاهلي هو عارف بكل بواطن الامور، لا هو برده الراجل زي ما دايما بقول اللاعب زي ما بيتعلم وبيتطور المدير الفني برده عنده مساحه تعلم وتطور.
فانا متخيل ان بيتسو موسيماني والجهاز الفني ومحللين الاداء في النادي الاهلي مسكوا ماتش 2-2 ده اتفرجوا عليه ازيد من 4-5 مرات وبداوا يدرسوا اسلوب فيتا كلوب وطريقه اللعب. ونضيف على كده ان فيتا كلوب طبعا هيبقى هو عليه ضغط شويه مباراه على ملعبه وهو طبعا في المنافسه معانا وعايز يتاهل وعايز يكسب، فبالتالي الخطوط هتتفتح اكتر. وبالتالي اتمنى انا على المستوى الشخصي يا كريم، اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا من دقيقه واحد ننزل مهاجمين وضع في الاعتبار نبقى مستعدين طبعا بدنيا ونفسيا للمباراه. بص انا كنت اصلا هسالك في النقطه دي بعد ما نرجع من فاصل، احنا لازم نطلع فاصل، هل احنا مفروض نحقق اهداف من الدقائق الاولى زي ما احنا متعودين دايما مع الاهلي؟ ويمكن ده كمان لو حصل يؤثر ايجابيا على الفريق بتاعنا وربما سلبيا على الفريق الاخر، يبقى ده لصالحنا يعني. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل بس بعد ما نرجع فاصل سريع ونرجع نكمل. الأهلي وفيتا كلوب غدا أكيد مباراة يعني كلنا منتظرينها، وأكيد أملنا كبير في الفريق إن شاء الله الفوز يكون أهلاوي. بنحلل مع حضرتك أستاذ كريم لسه، والسؤال كان كالتالي، إحنا دلوقتي كفريق الأهلي الأفضل لنا إن إحنا نبدأ نهاجم من الدقائق الأولى علشان كمان نفتح لنفسنا مساحة أكبر وفي نفس الوقت يكون تأثيرها إيجابي على اللعيبة، ولا المفروض الموضوع يتم إزاي؟ أنا في وجهة نظري هواند إن إحنا محتاجين نستغل كل ثانية في المباراة وما تتقسمش زي مباراة سيمبا. بمعنى مباراة سيمبا موسيماني بدأ المباراة بخطة أقرب إلى 4-3-2-1 وكان مقسم المباراة، هو قال أنا أول نص ساعة هبدأ أستحوذ على نص الملعب واعتمد بس على يعني ثلاثي هجومي بدون بلاي ميكر، وقفش ما بدأش المباراة دي، وأبدأ النهاردة أستغل النهاردة نعمل زحف في وسط الملعب وأبدأ أأخر لغايه لما لعبتي تمتص الضغط الجماهيري وتمتص الاجواء ونتعود عليها. وكمان هو حتى بدا بمجموعه اللاعبين ذوي البشره السمراء عشان يتحملوا درجه الحراره العاليه. لكن ماتش سيمبا كان يستحمل ان احنا نقسمه، وممكن لحد ما لو ما كسبناش نطلع بنقطه التعادل مش وحش. الوقت الحالي وبعد النتائج بعد الهزيمه من سيمبا وبعد التعادل مع فيتا كلوب، احنا ما عندناش رفاهيه نضيع وقت. صحيح. ما عندناش الرفاهيه دي بصراحه، ولا نجرب بالظبط ولا نقسم. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نلعب بشكل ضاغط من بدايه المباراه بشكل اشبه، بشكل في وجهه نظري بشكل اشبه للطريقه اللي بدا بيها بيتسو موسيماني مباراه الوداد المغربي في سيمي فاينال السنه اللي فاتت في الذهاب. احنا رحنا لعبنا الوداد في المغرب والجميع توقع ان النادي الاهلي هينزل متوازن شويه ويكتر لعيبه في نص الملعب، لكن بيتسو موسيماني فاجئ الوداد هنا من الدقيقه الاولى، انا نازل اضغط عليك بطول الملعب، وحتى قفشه في اول 10 دقائق خطف الكوره وقدر ان هو يجيب هدف التقدم. وبالتالي انا بشوف ان مباراه فيتا كلوب محتاجه شكل زي الشكل اللي احنا لعبنا بيه قدام الوداد. حلو. طيب على ذكر بقى خط الهجوم بصفه خاصه، يعني في ناس بتقول لك ايه يفضل ان يتم الدفع بمحمد شريف منذ اللحظه الاولى للمباراه، وناس ثانيه بتقول ان لا برضو ممكن تكون البدايه ببواليا مبدئيا ونشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي. حتى على صعيد مروان محسن بعد طبعا تألقه اكيد في مباراه الذهاب بصفه خاصه بعد ما نزل في الشوط الثاني والاسماعيلي بطبيعه الحال فرجعت الانظار تتجه مره ثانيه الى مروان محسن. البعض شايف انه ينزل من اول لحظه، والبعض شايف انه يفضل معانا ككارت وبديل مفيد وفاعل عند اللزوم يتم استخدامه. الحسبه دي لو انت مكان المدير الفني القرار بيتاخد بناء على ايه؟ ان انا ابتدي بسين او بصاد او بعيد؟ طبعا بيرجع لعوامل كثيره اخرى المدير الفني بس بيقول شايفها، الحاله البدنيه للعيب، تناسب وتناسق اللاعب مع خطه اللعب والتكتيك اللي انا بلعب بيه. الامر يعني معقد شويه عن الامر ما بيتحسبه الجماهير، طبعا الجماهير ليها كامل الحريه وكامل الاحترام لكل وجهات النظر المختلفه، ودردشه الكوره كلنا عارفين بتسمح ب تناول اكثر من راي. ولكن في الوقت الحالي انا اشوف ان بيتسو موسيماني ماشي بشكل جيد في نقطه تثبيت تشكيل فريق الاهلي في الفتره الجايه، لان الاهلي محتاج ان الفرقه تلعب مع بعض، المجموعه الاساسيه تتثبت على قدر الامكان، وضع طبعا في الاعتبار ان ساعات بيجي لك اصابات، ساعات بيجي لك ايقافات. فبعيد عن هذه الامور انا شايف بيتسو موسيماني بيحاول على قد ما يقدر انه يثبت التشكيل، وبالفعل احنا في اخر ماتشين شايفين ان في 90% من الاسماء اللي بيتم اختيارها هي وتم تثبيتها. وبالتالي اشوف مثلا
ثنائيه خط الوسط في وجهه نظري الشخصيه طالما ان اليو ديانج وعمرو السوليه بدنيا كويسين هم اللي يبداوا مواصله للاسلوب اللي احنا شايفينه في اخر ماتشين. طيب المركز الثاني فيه شويه جدل يا كريم زي ما انت تفضلت وقلت، ومركز راس الحربه الصريح في وجهه نظري محتاجين نمشي زي ما احنا، ومحمد شريف يفضل هو المهاجم الاساسي اللي بيلعب. طبعا والتر بولر بيحاول يقدم مستويات جيده، ومروان محسن طبعا نقطه اهو عشان نبقى واضحين فيها، مروان محسن يمتلك امكانيات صحيح جميله صحيح. امكانيات رائعه طبعا، لكن يجب توظيفها بشكل جيد عشان هو يظهر بشكل جيد. فمروان محسن امتى بيتوظف بشكل رائع؟ لما النادي الاهلي بيغير طريقه لعبه في الشوط الثاني ويلعب باثنين رؤوس حربه، وده قلناه حتى في ماتش سيمبا، لو كان محمد شريف ومروان محسن نزلوا بدري شويه عن الدقيقه 75 كان برافو عليك كان ممكن خدوا مساحه وقت اطول وقدروا ان هم يجيبوا هدف التعادل. بس طب انا عندي سؤال، ويمكن ده برضو ناس كتير هتبقى محتاجه تفهم هنحلها ازاي هذه المشكله. دلوقتي عندنا ازمه الى حد ما ظهرت في كذا مباراه اخيره، فكره الفاينل تاتش. ممكن تكون بتلعب لعب كويس جدا، ممكن الخطه تبقى اكثر من رائعه، ويمكن يبقى فيه يعني تناغم حلو جدا في الملعب، ولكن انا ما بجيبش جول. صحيح. فهل حضرتك كده بصراحه شايف ان ممكن نتغلب على هذه يعني المشكله في المباراه القادمه؟ لان زي ما احنا قلنا هنرجع نعيدها تاني، مفيش بقى رفاهيه حتى يعني نتمنى طب التعادل حتى. طب انا بشوف ان هواند مساله اضاعه الفرص هي من الامور السهل التعامل معاها. يعني عايز اقول حاجه، خلق الفرص في كره القدم، خلق الفرصه اصعب من يعني من تسجيلها. انك تخلقي فرصه اصلا، خلق محاوله على المرمى اصعب من انك تحرزي الهدف. ليه؟ لان احراز الهدف يعني بيعتمد على عوامل كتيره، ممكن سوء توفيق، ممكن ان اللاعب مش في يوم، يعني فيها حاجات كتيره جدا. وكمان التعامل بتاعها سهل. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي مشكله مثلا مع وولتر بواليا، ضيع كذا انفراد في المباراه الاخيره، ودي عملت عامل نفسي عليه وكذا. فانا في التمرينات كل اللي هعمله ايه؟ هزود الجرعه بتاعه ان احط بواليا في الموقف ده مع محمد الشناوي كتير. يعني نفترض مثلا بواليا متعود في كل تمرينه بياخد 10 دقائق انفرادات على المرمى، ال 10 دقائق دول ممكن اخليهم نص ساعه، لو بياخد نص ساعه ممكن اخليهم ساعه، ممكن اخلي بوتر بواليا بعد نهايه التمرين يكمل هو في برايفت سيشن او يعني فقره خاصه ليه هو بس ويبدا يشتغل عليها. انما لو انت بقى عندك اصلا مشكله في صنع الفرص، فانت محتاجه هنا مشكله فين؟ في الفرقه كلها، انك عايز تعملي النهارده سيشن للتيم كله عشان نقدر النهارده نصنع فرص على المرمى. فانا بشوف ان اكيد بيتس موسيماني شغال الحته دي، وجزء منها خلي بالك مليون في الميه جزء منها نفسي طبعا طبعا. اللعيب احنا ما بنتكلمش برده على لعيب مش محترف، وولتر بولي اكيد لعيب محترف ولعيب جيد، والفرصه بتاعه فيتا كلوب لو اتعادت 100 مره هيسجل، ما هو كما جت نفس الفرصه في ماتش المريخ واحرز منه. ولكن انا بشوف ان هو كان محتاج يا كريم يعني لحد ما يقعد شويه وقت، ومحتاج ان هو يريح شويه يقعد على الدكه، وبدل ما يبدا اساسي، ان هو لما بيبدا اساسي بيبقى واضح فيه ضغط عليه. طيب برضو على ذكر جمله اللاعب الجيد، هو مش اللاعب الجيد، انا مش بتكلم بقى على مباراه بكره، انا بتكلم من حيث المبدا نفسه. اللاعب الجيد بيبقى جيد في المباريات المحليه وبيبقى جيد في المباريات الافريقيه مثلا، ولا في لاعب بيبقى حلو محليا ومش قد كده مثلا قاريا او او افريقيا، وفي العكس اللعيب بيحلو اكتر لما بيكون المنافسه اشد والبطوله اعلى؟ شوف، هو الاكيد ان النسخه الاولى اللي انت قلتها موجوده، اللي هو ان اللاعب بيجيد على المستوى المحلي ولا يجيد على المستوى القاري، لان المنافسه على المستوى القاري فيها مشكلتين، انها مختلفه، ما بنقولش صعبه او سهله، هي مختلفه. يعني اللعب هنا مختلف عن اسلوب اللعب هنا. اللعب مثلا اللعب في افريقيا عشوائي بحت، بمعنى انك مش عارف اللعيبه بتجري ازاي. حتى احنا نبص على الباسنج، اسلوب الباسنج في فرق افريقيا بنلاقيها مختلفه، ممكن تلاقيهم بيباصوا الكوره بقصبه الرجل، ما تفهمش هم ازاي بيعملوا كده. والله بجد انا ساعات بشوف، يعني مثلا هقول لك حاجه، دايما الفرق السودانيه عندهم اسلوب غريب جدا في التاكلينج، ما بيعملوش التاكلينج، ما بيعملوش الزحلقه عشان يخطف الكوره بالجنب زينا، لا بيعملها بالطول، بينزل بجيل الاثنين. طب كده فعلا عشنكار عدل. بالظبط، ما بقول لك كل يعني كل نادي وكل دوله ليها اسلوب لعب. فانا اول نقطه في اللعب القاري هو اسلوب مختلف عن اللي انت معتاد عليه.
الحاجة التانية اللياقة البدنية، انك بتلاعب ناس اجسامها اقوى بكتير وبتلاعب ناس لياقتها البدنية اعلى بكتير وعندها استمرارية، وبالتالي التحكيم صفارة الحكم في افريقيا مش سريعة زي عندنا. احنا عندنا في مصر لو اللعيب بس يتلمس كده الحكم هيصفر فاول، لكن بقول لك لعيبة يعني هنشوفها في ماتش المريخ هتشوف التاكلينج عامل ازاي، هتلاقي الحكم بلاي اون بلاي اون بلاي اون كمل كمل كمل، فانت كلاعب بتبقى قلقان انت ممكن تتصاب. فهي الفكره انا بشوف، لكن النسخه الثانيه مش هتلاقيها. ما ينفعش حد يجيد على المستوى الافريقي وما يجيدش على المستوى المحل، ده صعب، انا عمري ما شفتها. وبالتالي احنا دايما بنقول، انا دايما بقول ان اللاعب عشان يجيد نفس الاجاده اللي بيقدمها في الدوري المحلي لازم يهتم بجسمه، لازم يهتم بعضلاته عشان يبقى قادر على التنافس بعيد عن المهاره، لان افريقيا دلوقتي ما فيهاش مهاره. افريقيا كلها النهارده قوه بدنيه وجري. شفنا فيتا كلوب رغم ان هم اتاخروا في النتيجه في الدقيقه 76 قدروا في اخر ربع ساعه ان هم يجروا، وطبعا ضربه الجزاء اكيد يعني ما كانتش صحيحه، ولكن كان عندهم القوه البدنيه ان هم يكملوا للدقيقه 90. انا عايز اروح معاك لنقطه ونتكلم فيها او نتناقش احنا الثلاثه كده بشكل شويه يعني مبسط علشان اللي بيتفرج علينا كمان. فكره هنا لو هنرجع بقى لمونديال العالم للانديه وفوزنا بالمركز الثالث والضغط اللي كان موجود، وان احنا كل 3 ايام تقريبا كان بيبقى عندنا مباراه وكل مكان في حته مختلفه، كل مباراه في حته مختلفه، يعني كان في ضغط شديد. هل من الطبيعي جدا ان انا ارجع بعد كده يبقى مستوى الاهلي مقبول عندي ان هو اضعف من الاول؟ يعني لان برضو في ناس مش متقبله ده، بيقول لك لا بالعكس انت المفروض كنت ترجعوا اقوى من الاول. ما طبيعه الحال هم بشر، طبيعه الحال برضو دي كلها ليها تاثيرات على اللاعب، ما هو اللاعب ده برضو في مجهود بيبذله بيأثر على ادائه. لا. فربما انا مش هقدر او انا يعني هروح للصوت ده اللي بيقول ده كان طبيعي، بس بعد كده بعد فتره صغيره مفروض ان الاداء يتحسن. بتشوفها ازاي دي؟ شوف يا استاذ الهوند، في فريق في اسبانيا اسمه اتلتيكو مدريد. انا بحب برشلونه. اتلتيكو مدريد في الدور الاول متقدم على برشلونه وعلى ريال مدريد في النقاط، في النقاط 17 نقطه تمام دور اول. اللي هيمسك جدول الدوري الاسباني يمسك الجدول بتاع الليجا وهيبص على الجدول ده ببساطه هيقول مين اللي هيكسب الدوري في اخر المسابقه؟ اتلتيكو مدريد. احنا النهارده تقريبا اعتقد في الاسبوع 27 او 26 في الدوري الاسباني، احب اقول لحضرتك ان الفرق ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه اللي هو المفروض عنده ماتش النهارده اذا كسبه يبقى الفرق 4 نقاط. اتلتيكو مدريد من بدايه الدور الثاني في الدوري اللي هو بدا بعد الاسبوع ال 18 خسر 14 نقطه، وقدام ايه يعني سيبك حتى من التعادل مع ريال مدريد خسر 12 نقطة قدام فرق من مؤخرة الجدول ومتوسط الجدول. بسبب ايه؟ لازم نحل بسبب اتلتيكو مدريد اللي هم اكيد اكيد يعني بدنيا احسن من الاهلي يعني اكيد يعني فنيا احسن من الاهلي وكل حاجة كل حاجة الامكانيات هناك مختلفة. صحيح. ايه الازمة اللي حصلت لاتلتيكو مدريد؟ هي ازمة شبيهة باللي فيها النادي الاهلي، ان الدور الاول هو كان لسه مشاركته في دوري ابطال اوروبا ما فيهاش سرعه وما فيهاش قوه في الاداء، ما بيلعبش مباريات متتاليه وما بيلعبش ما فيش ضغط ماتشات. اول ما اتلتيكو مدريد دخل في غمار دوري ابطال اوروبا وبدا يلعب على جبهتين بدات اللعيبه تستنزف بدنيا. اجبرت سيميوني ان هو يعمل ايه؟ لازم يريح، يعني في ماتش الدوري لازم اجي على نفسي واشيل بعض اللعيبه عشان انا عندي ماتش يوم الاربعاء مع تشيلسي عايزهم معايا. طب هعمل ايه؟ لازم اختار، ما ينفعش اخد الاثنين. فبدا يجي على مباريات الدوري، فالفريق اللي كان متقدم ب 17 نقطه خسر حوالي 14 نقطه وعنده لسه ستيل مباراه فيس تو فيس مع برشلونه. فبالتالي ساعات بتيجي فتره ضغط لازم المتابعين يعرفوا ان دول بشر. بالظبط بالظبط، هي دي النقطه. هنعمل لهم يعني لازم غصب يعني هديك مثلا، هو سيميوني مش بعد ما خسر مثلا النقطه السته وقف كده مع اللعيبه قال لهم يا جماعه الدوري بيروح احنا محتاجين نفوق يا جماعه ربنا يكرمكم انا مستقبلي بيضيع؟ اكيد ده حصل. هل اللعيبه ذهنيا هتقول والله احنا مطمنين معاك يعني احنا مش زعلانين احنا نفسنا والله نكسب، بس احنا بدنيا مش قادرين فاهماني؟ وارجع تاني للمثل بتاع الجيم،
انت ممكن تبقى عندك بيرسونال ترينر واقف معاكي بيقول لك يا استاذ انا هوان تعملي المجموعتين دول، فانت بتقولي انا بعرف اعملهم بس انا جسمانيا مش قادر ما اقدر. بس ربنا يصلح الحال وان شاء الله يعني يخيب الظنون وكلنا نتفاجئ باداء استثنائي وبتاقلم استثنائي من لعيبه النادي الاهلي مع الاجواء اللي احنا خايفين منها. نشكرك نورتنا كالعاده. شكرا استاذ كريم وواثقين، انا هاخد من كلامك يا كريم طبعا واثقين ان شاء الله في فريقنا ومفيش مشكله، احنا بس نصبر شويه يبقى نديهم الثقه ونديهم الدعم، هو ده اللي مطلوب. يعني زي ما استاذ خالد الاتريبي كان بيقول معانا برده امبارح، يمكن السوشيال ميديا بتتقلب لما بيبقى في مشكله يعني الجمهور الاهلي مش عاجباه، لكن برضو لازم ان هو على الصعيد التاني يكون ايجابي ويدعم فريقه ويبقى دايما عنده ثقه، لان ما اعتقدش الاهلي ان هو يعني زي ما بيقولوا يعني خذلنا قبل كده، فبالعكس هو بيفرحنا، ويمكن 2020 كانت من اكتر الحاجات بتفرحنا هي او هو النادي الاهلي. خلينا نامل خير ونشوف حضراتكم بكره ان شاء الله، ونيجي يوم الاربعاء ونقول صباح النصر صباح النصر ان شاء الله.